هل يود أحد الاشتراك في هذه المسابقة؟ أي شخص مرحب به؟ باستثنائك، اذهبي من هنا، يا لك من مقززة. واو، الآن هذا ما أريده. سيارة من تلك؟ لا تقلقي يا سيدتي، سأتي إلى بابك. ها أنت ذا، انتبهي لخطواتك. لقد طالت هذه الرحلة كثيرا. سيشرفني أن تأخذي منشوري. ابتعدي. ما هذا؟ دعوة لدخول مسابقة رسم؟ كلا، لما يجب أن تكون هناك رياح في أي مكان؟ من شيء هنا. أو ما هذا؟ مسابقة رسم؟ شكرا، أعطني ذلك. والآن انظري إلى ما فعلت، يبدو أن كلتيهما ستذهبان. حسناً، هل نحن مستعدون للرسم؟ لنبدأ الإحماء برسم قوس قزح. قوس قزح؟ يا له من موضوع للإحماء. أعرف ما سأفعل، يمكن لحقيبة أغراضي أن تصبح مفيدة أخيراً. لنرى. مرحباً أيها الصغير. كلا، يا لك من فتى مطيع. ها هو ما كنت أبحث عنه. هل أنتم مستعدون لمشاهدة السحر؟ انظروا إلى هذه الألوان وهي تتحول إلى قوس قزح كامل. علي وضع عدة قطرات فحسب. ها نحن ذا، انتهيت. حسنا، بل كدت أنتهي. رائع، سأستخدم هذه الأداة. هل هذا مرضي أم ماذا؟ يتعلق الأمر كله باستخدام المتوفر لديكم. نحن ذا. هذا فضائي قليلا. والآن سأزيل الشريط اللاصق كله. لا مثيل لخط أنيق وسلس. حسنا، لنجعل هذا الخط 3 خطوط مستقيمة. ها قد انتهيت. شكرا على المساعدة. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أعتقد أنه جيد. أستطيع تولي هذا. مرحبا. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هذا جميل جداً. اذهب. أحتاج إلى مساحة لأتمكن من الإبداع هنا. هذا مثير للاهتمام. هذا واضح، فلتشاهدوا وتتعلموا جميعاً. إنه جميل بوجود كل هذه الألوان، أليس كذلك؟ انتظروا لتروا ما تعلي. هل رأيتم؟ يتسنى لي العمل أحياناً. وحين ينتهي ذلك، يتبقى لكم مسحوق قوس قزح مدهش. انظروا إلى درجات الألوان الحيوية. كان ذلك مذهلاً حقاً. بالتأكيد لم أنتهي بعد. وكأنه فتى قوس قزح يرقص. يمنحه هذا شخصية، ألا تعتقدين ذلك؟ حسناً، كلاهما مثير للاهتمام، ولهذا ستفوز كلتاكما. هذا جيد. أداة، فهمت ذلك. أداة؟ لا تقل المزيد، أعرف الأداة المناسبة. ها هي. إنه لطيف جدا، صحيح؟ لكن يمكنني إجراء بعض التعديلات. هذا جيد. والآن لنبدأ العمل. هل فعلناها؟ ثم ابدأ. أجل، سأفعل. هل أرى ما أعتقد أني أراه؟ أجل، إنه رائع جداً، أعرف. والآن أرسم أيها الصغير. لكن لأن كل فنان يحتاج إلى إلهام صغير، فإليك إلهامه. هل تعتقد أن بإمكانك رسم قطة صغيرة؟ لا مشكلة، يمكنك دائماً الاعتماد على هذا الشيء لرسم دائرة مثالية. هل تعرفت على هذا الشيء بعد؟ امنحي دقيقة فحسب، سيفعل ذلك. انظري إلى كل هذه الخطوط المثالية. هذا بحق السماء؟ لا أوافق على ذلك. هل يمكن للروبوتات صنع فن حقيقي؟ يبدو الأمر كذلك. يبدو أنها اكتملت، ولا أحتاج إلى أن أقول أنها مثالية. هل ترين؟ حسناً، بإمكاني منافستك في هذه اللعبة. أحتاج إلى الأشكال الصحيحة فحسب. لنرى ماذا هنا. قليل
كله من التجميع وها نحن. مجرد قطعة بلاستيك وصورة على هاتفكم وبوف يمكنكم استشفافها. هذا مبتكر أليس كذلك؟ أن تكون واسع الحيلة دائما ما يفلح دائما ما يفلح. كدت أنتهي. النتيجة تصبح جميلة جدا على ما أعتقد. هذا مضجر. الأسباب واضحة ناومي. محال. يبدو أن الابتكار هو الحل. روبوت غبي، مكانك هو سلة المهملات. هل تسمع ذلك؟ كلا، أنت القمامة. ها؟ ماذا؟ أرسمت شيئا لي؟ هل يفترض أن يكون ذلك مضحكاً؟ لقد خذلتنا التكنولوجيا اليوم. حسناً، وماذا الآن؟ مرحباً يا من هناك؟ أوه بالتأكيد، الجولة التالية هي الأوريغامي. أوه الأوريغامي؟ حسناً، إن جيد أنني أحمل ورقاً معي طوال الوقت. إنني أمزح، أعطاه لي رئيس الخادم. أفضل الأوراق التي لها قيمة، والذهب أفضل من ذلك حتى. تفضل. أوه هل هذا حقيقي؟ من الأفضل أن أعود إلى العمل. حسناً لأرى ما سيحدث. الحرارة ترتفع هنا. أوه لقد تحولت إلى ذهب، لكن لما أتوقف عند هذا الحد؟ سأضعك هنا. أوه يا إلهي، أجل لقد نجح ذلك بالتأكيد. رائع. آنسة باتي. شكراً أيها الطاهي. هذا ظلم شديد. أتساءل إن كان لدي ورق في مكان قريب. ليست ذهباً لكنها ستفي بالغرض. هل أنتما مستعدان لمشاهدة بعض السحر أيها الرفيقان؟ فلا القرف، هذه الورقة مجعدة جداً. هذا مضحك جداً أعرف، لكن يمكنني عكس الأمور. لا يمكنني تركها تعمل طويلاً فحسب. أصبحت جيدة كالجديدة أيما يكن. لدي أشياء أخرى لأقلق بشأنها. عدة طيات دقيقة فحسب، ولن تبدو هذه قطعة ورق. الآن سأرسم عدة علامات هنا. تبدو غريبة الآن، لكنها ستكون منطقية في النهاية. هل تعرفتم عليها؟ إنها أجمل فتاة في العالم. ها؟ اصبروا فحسب. حسناً، بقيت عدة خطوط فقط، والآن سأفعل الشيء نفسه على هذا الجانب. سأستمر في طي الثنيات وسأرسم في الفراغات. ها هي، لقد انتهيت. إذا كان هذا رأيك، الألوان رجاءً. والآن يمكنها الرقص، هل ترين؟ يمكنني جعل أطرافها جميعاً تتحرك. لا يمكنني منافسة ذلك، أم ربما يمكنني؟ سأصنع طية في الأعلى ثم أخرى في الاتجاه المقابل، واستمر حتى أصل إلى الأسفل، ثم أرسم خطاً مستقيماً هنا، ثم سأجعله يمتد نحو الأسفل بهذا الاتجاه، ثم أغلقه بحيث يصبح مربعاً. هل عرفتم ماهيته بعد؟ وهنا سأرسم أرنباً صغيراً. كم هو لطيف هذا الشيء؟ هيا، وهو يحتاج إلى دب صغير ليكون صديقة. رائع، أليس كذلك؟ لا تنسوا تلوين الأشياء. الأزرق والبرتقالي زاهيان دائماً. والآن حان دور صديقينا من الحيوانات. تضفي الألوان حيوية عليهما. بقي شيء واحد، ثم سأعيد طي الورقة. تدا، لقد انتهيت. هذا صعب، لكن راقصة البالي هذا، أنت الرابحة. لكن ماذا عن ابتكاري اللطيف؟ يشعرني حبيبي بالإلهام. آمل أن يقدر هذا.
لن أخسر شيئاً. كيف الحال يا دافيد؟ جميل، ماذا كتبت لي؟ أجل، لدي بعض المشاعر بشأن هذا. هل تهدأ يا قلبي؟ لنرى هنا. ها، كتبي. آسف، دعيني أساعدك على جمعها. أوه، يداك ناعمتان للغاية. كتبي؟ أوه، صحيح. إذن أجل، شكراً. أظن أنني واقعاً في الحب. مهلاً، نظرة واحدة أخيراً. أجل، هذا الرجل مميز حقاً. هذا ما سأقوله. لا مثيل لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكما لأول مرة. انتهى الجزء الصعب. جميل. واو، إنني أتذكر ذلك. يا له من رومانسي لطيف. أحبك يا عزيزتي. التحضير لمشروعك الفني جزء من العملية، عملية فوضوية. على أي حال، حان الوقت لتحويل الفكرة إلى عمل فني. ضربة الفرشاة الأولى هي الأفضل دائماً. سأضيف القليل من الأزرق هنا. ها هي النتيجة تتضح حقاً. أم لا؟ هذا بشع. كلا، من الجيد أن لدي المزيد من الورق. أوه، رائع. هذه أسوأ من الأولى. هيا الآن، ركز. لابد أنك تمازحني. لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟ حسناً، اهدأ. تنفس بعمق. يمكنني فعل هذا. أنا متمكن تماماً. حان وقت البدء. برفق، برفق. كان ذلك مؤسفاً. لكن مهلا اللحظة، يا له من شكل مثير. يمكنني العمل بهذا. سيساعدكم استخدام فرشاة الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماما. وفي حالتي رسمت بتلات. وبعد أن ترسموا الزهرة بأكملها، أضيفوا بعض اللون الأخضر للأوراق والجذع. هل ترون كيف يسير الأمر؟ استخدام الفرشاة بحذر ناجح جداً. يمكنكم حتى توصيل الزهرتين، فهذا يملأ المساحة بشكل جميل. علمت أن بإمكاني فعلها. واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع. وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً. لكن لا تقلقوا، ما زلنا سنكمل الموضوع نفسه. هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها. يمكنكم رسم العشب أيضاً. هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً. يمكنني استخدام طلاء منتفخ مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون. كم هذا مرض. والآن استخدموها كختمة وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية. لا تنسوا هذا، رائع أليس كذلك؟ هذا مذهل. ما رأيك؟ ديفيد، كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري. هذه الصورة مبهجة بالتأكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار. ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان، أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. أنا؟
أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل. لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد. تزداد الأمور جنوناً. يمكنك استخدام أي شيء تقريباً طالما أنه دائري بالطبع. هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ صافحيني. فنان يصير. حسناً، يبدو هذا المكان مناسباً. حقاً؟ لديكم الأشجار والطبيعة. ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. ماذا؟ توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف. أمل أن ديفيد لم يرى. لقد رأيته أولاً. أها، فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً. عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط. رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً. يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً. يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات نهائية. وهكذا ينجز الأمر يا رفاق. عمل فني حقيقي، ألا تتفقون معي؟ أجل، أنا سعيد بالنتيجة جدا. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية. اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلاً من اللون الأخضر. أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء. أوه، أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ. أوه، لقد انتهيتما، أليس كذلك؟ أوه، عمل رائع. والآن أمهلاني 5 دقائق. حسناً إذن. أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار. وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة. لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً. لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة؟ انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها. هو أعلم ما علي فعله. هل تريد اطلاع على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل.
أوهو، لقد انتهيت، انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة، سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب، وهذه البداية فحسب يا بني. هل أنت مستعدة لدرس اليوم؟ سيكون درسا ممتعا. أنا متحمسة جدا. ها هي الكلمة الأولى، أريد منك كتابتها. هيا. سيكون ذلك سهلا. جيد، ركزي. لقد انتهيت، ما رأيك؟ ماذا؟ ما هذا؟ لنجرب مجدداً. جربي كتابة الحرف R. حسناً، يمكنني فعل ذلك بسهولة. هذا هو المطلوب. ما رأيك؟ كنت أعلم أن مهنة التدريس لا تناسبني. مهلاً، لقد منحتني علاقة المعاطف فكرة رائعة. إنها فكرة مبتكرة. سأبدأ بكتابة الحرف R ثم أضلل. والآن سأرسم زهرة جميلة، ثم سأرسم وجهاً وجسداً. إنها جميلة، لكنها بحاجة إلى بعض الألوان. درس الفن ممتع أكثر من درس التاجئة. علي فعل هذا باستمرار. سأرسم الآن قطرات المطر. هل تعتقدين أن بإمكانك رسم هذا المعطف؟ هاو، أجل، سأفعل ذلك حالاً. هذا أسهل بكثير. هاو، هذا مذهل، انظر. أحسنت صنعاً، كنت أعلم أنك قادرة على فعل ذلك، وهذه من أجلك. هل هذا أفضل ما لديك؟ ها؟ مهلاً. استعد للمزيد من الألم يا جارد. حان وقت الدرس يا أولاد، توقفوا عن الثرثرة في الحال. هل نبدأ الدرس؟ أريد منكم اليوم أن ترسموا لوحة. أوه، هذا مثير. هذا ممل. ماذا تفعل ماديسون؟ لا تخطر لي أي فكرة. أعني أن الفن كلام فارغ، يفترض بي أن أفعل شيئاً. هناك الكثير من الألوان. أوه، هذا مقيب للأمل. مهلاً، هل انتهيت بالفعل؟ هيا فكر. لقد وجدتها، سأستخدم سلسلتي. لقد لونت اللوحة بالطلاء الأبيض. سأرتب السلاسل في اتجاهات وزوايا مختلفة، ثم سأضع الطلاء الملون على الورقة. سأواصل وضع الطلاء حول الأطراف، ثم سأسحب السلاسل عبر هذه الحلقة المعدنية، وستحرك السلاسل الطلاء لتصنع تصميماً مميزاً. أعلم أن لوحتي رائعة، يمكنكم التصفيق الآن. عما تتحدث؟ واو، إنها رائعة. لكن لوحتي أجمل، أنت تعلم ذلك صحيح؟ جارد، إن استخدام الألوان والمشاعر الظاهرة في اللوحة، كنت أعلم أنك تخفي في داخلك فناناً عبقرياً. ها، لا بأس يا ماديسون، ها هي درجاتكما. أعتقد أن هذا عدل. أحسنت يا جارد، أحسنت. لكن أنا الموهوبة. ليس بعد الآن، أحبك أيها المعلم. لماذا تأخر كثيراً؟ هيا بسرعة، لا يمكنني الانتظار هنا طوال اليوم. أنا قادم. أوبس، يوجد جدار هنا. هذا يدغدغ، أحب المجيء إلى طبيب الأسنان. جارد، اهدأ. ها، ماذا قلتي؟ أوه، توقف. هل يمكننا المجيء إلى هنا كل أسبوع؟ جارد، كفى. أوه، ما هذا؟ إنه ناعم جدا، وكأنني أعانق دبا ضخما. أوه، أجل، هكذا. توقف يا فتى، هيا اجلس. لا مزيد من الفوضى، هل فهمت؟ لنرسم شيئاً. أوه، أنا أحب الرسم. انظر إلى هذا يا عزيزي. واو. سأبدأ برسم خطوط صغيرة على هذه الصفحة. سأستخدم عدة ألوان وأرتبها على شكل دائرة. والآن سأضع نقطة سوداء فوق كل خط، ثم سأستخدم
يستخدم قلماً رفيعاً لرسم خطوط رفيعة. يبدو هؤلاء مثل مجموعة من الناس. سأجعلهم يمسكون بأيدي بعضهم البعض. سأستخدم قلم رصاص لرسم ظلال. وسأفرك ما رسمته بقلم رصاص للحصول على تأثير أفضل. ما رأيك؟ رسمة جميلة، أليس كذلك؟ واو، إنها رائعة! والآن إنه دورك يا عزيزي. عذراً على التأخير. أوه، هيا تفضلي. أوه، هل تنتظر؟ لا بأس، يجب أن أذهب. هيا يا عزيزتي. تمهل يا أبي. لكن المسابقة يجب أن تكون مثالية. أنت موهوبة جداً يا عزيزتي، لكن هيا يجب أن نذهب، الوقت يداهمنا. لا تضغط علي. أبي انتظر. أوه لا طفلتي. لا بأس، أنا هنا. كلا، لقد دمرت رسمتي، انظر إليها. أجل، هذا فظيع. كم الساعة الآن؟ أوه فكر، حتما هناك شيء يمكنني فعله. لقد وجدتها. سينقذك والدك. سأرسم لوحة باستخدام قلمين. ستكون أشبه بصورة معكوسة. لم أعلم أبدا أن بإمكاني فعل هذا. ها هي، لقد انتهيت. إنها جميلة جدا. ها؟ واو، إنها رائعة يا أبي. أنا قادمة. لقد أتيت. واو، لا أصدق هذا. كنت أعلم أنك ستفوزين يا ابنتي، ويرجع الفضل كله إلى موهبتي المذهلة. لقد حان الوقت لرسم تحفتي الفنية التالية. أعتقد أن هذا الطلاء كافٍ، والآن سوف أوزعه. مرحباً يا عزيزي، لقد كان حماماً منعشاً. من الأفضل أن أجفف شعري. لا شيء أفضل من مداعبة الهواء لشعري. شلللا. ها؟ أمي، كوني حذرة. سأجرب تسريحة شعر جديدة. هاي، احترسي، هذه قبعتي المفضلة. أوه، أبدو جميلة. لا! أمي، لقد دمرت لوحتي. لماذا فعلت هذا؟ هل لديك أي فكرة عما فعلت؟ هذا أفضل. إنه خطأك. ماذا عساي أن أفعل الآن؟ أوه عزيزي، أنا آسفة، لم أقصد فعل ذلك. لا تقلق، سأجعلها أفضل. ربما لدي فكرة. انظر إلى هذا. سأسكب طلاء الأكريليك على هذه اللوحة. سأسكبه على شكل دائرة، وسأستخدم عدة ألوان. ثم سأستخدم مجفف الشعر لتوزيعه، مما سيخلق شكلاً مموجاً. سيمتزج الطلاء ليكون شكلاً مميزاً. أمي، هذا مدهش. أعلم يا عزيزي، لكن لم أكن لأفعل ذلك بدون مجفف الشعر. واو، إنها فكرة ذكية. سأستوحي منها شيئاً. سأرسم لوحة أخرى. هذا هو المطلوب. أوه، ليس بيدي سرعتي يا أمي. سأحتاج إلى هذا. أوه، حسناً. أعتقد أنني لن أحصل على شعر جميل هذا اليوم. لن يستغرق خبز هذه الكعكة وقتاً طويلاً. أعتقد أن علي تنظيف المكان. أمي، انظري، علينا الذهاب في إجازة. انظري إلى هذه الرمال الذهبية. ما رأيك؟ أعتقد أنني أستحق إجازة. علي فقط التحقق من شيء واحد. ليس لدي ما يكفي من المال. يجب أن ندفع ثمن تذاكر الطائرة والإقامة. كلا، لن نذهب في إجازة يا جارد. هذا ليس عادلاً. حسناً، سأكتفي بتخيلي أنني أقضي الوقت على شاطئ جزيرة استوائية. أنا آسفة يا عزيزي، لدي شيء من أجلك. ربما ستبهجك هذه الهدية. انظر إليها، إنها صدفة من الشاطئ. مهلاً، إنها جميلة، لكنك لن تخدعيني بهذه الصدفة. ظننت أن هذا سينجح. والآن ماذا سأفعل؟ حتماً يمكنني فعل شيء ما. مهلاً، ربما يمكنني استخدام رقائق القصدير هذا. سأضع الطلاء على اللوحة، ثم سأجعل كرة من رقائق القصدير. سأربط بالقصدير على الطلاء، مما سيجعله يمتزج ببعضه البعض. وهكذا سنحصل على تأثير نافر. ثم يمكنني إضافة المزيد من التفاصيل.
مثل هذه الأصداف. هذا أشبه بقضاء الوقت على الشاطئ. أكاد أسمع صوت أمواج البحر ترتطم بالشاطئ. جارد، انظر إلى هذا، إنها رائعة، أليس كذلك؟ واو، لقد شجعتني على تثمير بشرتي، إنها مذهلة يا أمي، لكنها لا تجعلنا في إجازة، أليس كذلك؟ مهلاً، لدي فكرة أخرى، سأعرضها للبايع، والآن لننتظر. أها، مغفل، أعني زبون. ماذا حدث؟ نحن أثرياء، هذا يعني أن بإمكاننا، يا إلهي، هذا أفضل يوم في حياتي، أنت أم رائعة. انتظرني، عليك البدء في الرسم فور العودة إلى المنزل، أنا أخطط بالفعل لإجازتنا القادمة. سمعت عن مكان مميز تتجول فيه كل المخلوقات السحرية بحرية، هل تتمنين مقابلة يونيكورن حقيقي؟ هل السماء الزرقاء هناك؟ هيا بنا، انظري إلى كل هذه الألوان والقرن السحري. ماذا يحدث؟ مهلا، أين نحن؟ انظري إلى أزيائنا، اللون الوردي جميل، كم أعشق اللون الأزرق. ماديسون، انظري، هل تنظران إلي؟ ألا أبدو جميلة؟ سيعجبكما هذا التحدي كثيراً. مستعدتان للرسم؟ طبعاً. أول جولة في هذا التحدي؟ مياو، نحب القطط، إنها ظريفة للغاية، يا لجمالها. يا بنات، يجب أن ترسما، تذكرا ذلك. هل سأجعل قطتي مخططة؟ ابقي مكانك يا مياو، هل هذا القياس صحيح؟ هذا أفضل، يجب أن تكون قياساتي صحيحة. لا تزال غير صحيحة، سيساعدني هذا المنقاط. أحتاج كمية ضئيلة من فروها. من حسن حظي أني أرتدي نظارة واقية، سأتحقق من حساباتي الآن. أجل، كما توقعت. ما الذي تفعله آني؟ النتيجة جاهزة، كما توقعت تماماً. مياو، انتهى وقت العلم وحان وقت الفن. هل انتهى الوقت؟ أروني الإبداع يا بنات، لا تستحي. أحسنت يا ماديسون، رسمتك رائعة، سأريك كيف رسمتها. ابدأي مع كلمة كات، ثم ارسمي القطة من أطراف الحروف، ولوني تفاصيل، لا تنسي رأسها الصغير، يمكنك إضافة خطوط لجسمها. هل تبدوان متشابهتين؟ وقت تدوير العجلة. نعشق القلوب، ولدينا نماذج مثالية. 1، 2، 3، هيا. يا لوسامته، خذ رقمي. ديفيد الغالي، ديفيد، هذا الموقف محرج. لا تتشاجرا، لابد أن هناك طريقة لحل النزاع. مرحبا، سأضطر لفعل التالي. بعض السحر لم يعد وسيما. آسفة، إنه ملكي. هل بدا بهذا الشكل دائما؟ أين كان عقلي؟ تبدو ابتسامته مختلفة، لا أحب انتقاد أشكال الآخرين. صحيح، يعني هل ذلك ديفيد؟ هل شكلي مرتب؟
أين؟ ها، مغفلة. لا أراه. أين؟ اختفت ألواني. ماديسون، هل أخذتها؟ تصرف سيء. حاولي سرقة أغراضها الآن. هل تجمدت ماديسون؟ هذه ألواني، شكراً جزيلاً. يجب أن أرسم قلباً، صح؟ لرسم قلب مثالي سأضعه وسط مستطيل، ثم سأضيف خطوطاً بمسطرة. ستكون الخطوط في القلب منحنية. يمكن استخدام ألوان مختلفة. سأحدد القلب بلون غامق. والآن سأجعل كلا الجانبين متطابقين. سأستخدم اللون الأبيض لمنح تأثير لامع. قلبي ثلاثي الأبعاد جاهز. يمكنك التحرك الآن. لم أرسم أي شيء. رسمتك مذهلة يا آني. إنها رائعة. آسفة على سرقة ألوانك. لي؟ شكراً. طالما أن ديفيد بحوزتي. يا بنات، لندير العجلة الآن. هل سنرسم يداً؟ هذا مثير للاهتمام. عندي فكرة. انظري لهذه اللمبة. ماذا حدث؟ معس كهربي بسيط. هل هذا ظل يدي؟ خطرت لي أفضل فكرة. هذا أفضل. عادت الكهرباء وأنساتي سادتي. سأرسم يدي الآن. سأحدد يدي أولاً، ثم سأحولها إلى طير صغير جميل. سألونه بقلم طباشير أبيض. لن ألون الجناح الآن. عظيم، سألونه الآن. يجب ألا أنسى قدمي الصغيرتين. لا أعرف كيف أرسم يدي. ها؟ يبدو هذا غبياً. أي شيء؟ لا أعرف ما سأفعل. ها؟ هذا ما أحتاجه. أوه، أخطأت التصويب. سأجرب هذا. سأحدد يدي بهذا الشكل، ثم سأحولها إلى كلب ظريف. لم تعد الرسمة تبدو كيد الآن. انظر إلى لسانه الكبير. سألونه باللون البني. انتهى الوقت. انظري إلى هاتين التحفتين الفنيتين. هل كانت أيديكما منذ البداية؟ هذا لا يصدق. يبدو طائرك مذهلاً. رسومات رائعة بالفعل. مثالية. كيف سأختار الرابحة؟ كلا الرسمتان أجمل من بعض. ما مؤنث حكمان؟ حكمتان للرابحتين. هل ربحنا الجولة بالمناصفة؟ هيا، مستعدتان لهذه الجولة؟ أرسم زرافة. كيف سأرسمها؟ هذا سهل. يمكنني رسمها بعين مغلقة. وجدتها. سأبدأ مع الرأس هكذا، ثم سأرسم بضعة خطوط إضافية. وجدتها. سأتناول وجبة خفيفة على السريع. أشعر بانتعاش. أوف، تسوقت كثيراً، لكن حصلت على الإلهام الذي كنت أبحث عنه. أولاً، سأرسم هذه الأرقام الأربعة. انظر إلى هذه الزرافة.
وهذه بزعة، فرسة جميلة، وأخيراً سمكة. حان وقت تليينها الآن، أليس ظريفة؟ البزعة في غاية الأناقة، يجب ألا أنسى الماء. فرسة وردية، إنها رائعة، كل التفاصيل الصغيرة مهمة. حان وقت السمكة الصغيرة، انتهى الوقت. رسمت 4 حيوانات ومن ضمنها زرافة طبعاً. أحسنت ماديسون. آني، ثانية واحدة، هل يمكنني الرسم بسرعة؟ انتهيت. هذا مثير للاهتمام، الزرافة المسكينة. أنتما فنانتان موهوبتان، ورسمتما البسمة على وجه اليونيكورن. انظري إلى كل هذا البريق، وداعاً يا يونيكورن. أهلاً ماديسون، استيقظي. ماذا؟ حلمت أننا قابلنا يونيكورن. هل أنت بخير؟ هل هذا غريب؟ شعرت أنه كان حقيقياً. نعم، لم يعد شعري أزرق اللون. سأعود للنوم، ربما سأحلم به مجدداً. أنت وأحلامك الغريبة. أنا بحاجة إلى بعض الأفكار الملهمة، جعلني هذا أشعر بالجوع. أوه، وجدتها، أنا مستعد دائما. هل تمزح؟ ماذا؟ أريد تناول الطعام. أنت لا تفكر سوى في بطنك، افعلي شيئا يا أمي. حاضرا يا عزيزتي، لن يطول هذا، تستغرق الأشياء المثالية وقتا طويلا. أشعر بملل شديد، هذا ليس عدلا. هل يمكنك أن تسرع؟ إما منزعجة، أعطني هذا، استخدمي أرزك. لا، انظري ماذا فعلت. سنتحدث عن هذا لاحقا. هل أرز في كل مكان؟ مهلا، خطرت لي فكرة. سأضع بضع نقاط من ملون الطعام في كوب من الماء، ثم أحرك، والآن سأضيف الأرز، ثم أضع الغراء. سأضع الغراء على رسمتي. سأبدأ بمنطقة العشب، ثم أضيف الأرز. سأرش الأرز فوق الغراء. يمكنني استخدام ألوان مختلفة من الأرز لإجراء رسمة مختلفة، والآن سأنفخ لإزالة الأرز الزائد. هاو، جميلة وكأنها تأكل. ما رأيك يا أما؟ ها؟ واو، تعجبني بشدة يا أمي. ماذا عنك يا أبي؟ ها؟ هل قلت شيئا يا أما؟ ملان، ماذا يحدث؟ هناك حل واحد، إن الأشياء التي أفعلها من أجل أسرتي. يبدو أبي مضحكاً. لم أنتهي بعد، أحتاج إلى ورقة. انظروا إلى هذا، لوحة لوجهي. إنها رائعة، لكن تفوز أمي بهذه الجولة. شكراً يا عزيزتي، لست بحاجة إلى تنظيف غرفتك الآن. هذا ممتع. ما هذا؟ إما، ضعي هذه الأغراض. لا لا، توقفي حالا يا فتاة، هل تستمعين إلي؟ أوه، بدأت ترتعش عينها بشكل غريب، هذه مشكلة. أوه، خذي الأمر بسهولة، جربي هذا، أعطيني إياها. أشعر بزوال التوتر. هذا أفضل، لقد أنقذتني يا عزيزي. مهلاً، أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. سأبدأ برسم شجرة. لابد أنك تحبين الطبيعة. هذا القلم الأسود مثالي لرسم الأغصان والجذع. هذا جيد. والآن سأخذ مربعاً صغيراً من البلاستيك والفقاعات وأغمسه في الطلاء. سأخلط اللونين الوردي والأبيض، ثم أضع المربع فوق الرسمة. سيوحي بمظهر الأوراق. يا لها من شجرة جميلة مذهلة. هل أحببتها يا إما؟ أوبس، كما أنا سخيفة. واو أمي، إنها مذهلة. هي، ربما يمكنني استخدام هذه أيضاً. أعرف ما علي فعله.
كيف أبدو؟ الأجمل طبعاً، أنا تحفة فنية. هل أنت جاد؟ رائع يا أبي، الفائزة هي أمي. مجدداً؟ واو، يا له من شرف كبير. حقاً، سوف أزيل هذه الفقاعات. ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة متنة، إنها قادمة من هناك وتصبح أقوى. أوه، أعتقد أنني عرفت. ما المشكلة؟ هذه رائحتي الطبيعية، إنها رائعة. لدي هذا الشاي، استخدامه وضع الكثير منه. حسناً، ستختفي رائحتك المتنة على الأقل. شكراً، إنها كأول ليلة التقينا فيها، كانت رائحتي متنة حينها. كان ذلك رومانسيا جدا، أعطني قبلة، لن أرفض أبدا. أوه، هذا مقزز. ها؟ أوه، أهلا عزيزتي. حاضرا، ماذا سأفعل الآن؟ هل اللحظة؟ أعتقد أن لدي فكرة. أصغي إلي يا عزيزتي. ماذا تفعلان؟ هل فهمتي؟ لنبدأ العمل. أولاً سأزيل جزء مزيل العرق هكذا، ثم أملأ العبوة بالطلاء. وأعيد الكرة الدوارة، وعندما أضغط بها على الورقة سيخرج منها الطلاء وكأنها فرشاة طلاء، وهي رائعة في الفنون. انظر، تستحق أن تكون في إطار. كم هي جميلة، إنها نتاج جهد مشترك. يمكننا تعليقها في غرفة المعيشة بدلاً من صورة جدتك. كن مهذباً، إنه تعادل، نستحق ذلك، يستحق هذا قبلة سريعة. أشعر بنعاس شديد. هما، أمي كالعادة. سأغمض عيني. انظري، يمكنني لمس أنفي بلساني. أترين؟ يا لها من موهبة. هل يمكنك فعل هذا؟ أنا أراك. أوه عزيزي، يناسبك اللون الوردي. أشعر وكأنني شاب صغير، يمكنني الاعتياد على هذا. حسناً أبي، أخفض صوتك، سأنام قليلاً لترتاح بشرتي. ظننت أن هذا سينجح، بذلنا قصارى جهدنا. أوه، ماذا عن اللعب بدمى الظل؟ دمى الظل؟ مذهلة، أليس كذلك؟ لماذا لم تفعلي هذا منذ البداية؟ إنه مسل جداً. بدأ عرض دمى الظل، صحيح؟ أعتقد أن هذا ليس أمراً صعباً. هاو، لقد خطرت لي فكرة، سأبدأ بوضع يدي على الورقة ثم أرسم حولها، والآن سأضيف التفاصيل البسيطة كالعينين. إنه تنين، لكنه لم ينتهي بعد، يجب أن ألونه، ولن أنسى اللعب. انظري، واو، ظننت أنه سينال إعجابك. سأجرب بعض فنون البالونات، إنه كلب. هاي، ابتعد أيها الكلب، أهرب. يا له من عرض رائع، كلاكما فائزان. انظر، رائع. أريد تصفيف شعري بشكل جميل. وجدتها، أمسكا. ماذا سنفعل بهذا؟ عرفت، يمكنني استخدام هذه الأقلام وواحدة من ربطات الشعر هذا. أعتقد أن هذا سينجح. سألف ربطة الشعر حول القلمين، يجب التأكد من ثباتهما، ثم أثبت القلم الثاني في النهاية الأخرى تماما كما أريد. سأضع قلما فوق رسمة الكاب كيك هذا، ثم أتتبعها، وسيصنع القلم الثاني نسخة منها. انظروا، والآن سألونها، علي عدم تجاوز الخطوط، ستبدو رائعة. هكذا، لقد انتهيت، ما رأيك؟ هذه لي. ماذا يمكنني أن أفعل يا ترى؟ سأثبت هذين القلمين معا وأصنع منهما مقلاعا. خذي، منحدرا، كفى. أوه، أشعر بالدوار. تستحق هذا بعض الشاي. رمية جيدة يا أبي، الفائز واضح. رائع يا عزيزتي، أين أنا؟ أوه، أنت تحب المزاح كثيرا.
أو أقلام التلوين هذه جميلة، خذي يا أمي. رمية جيدة، أمسكت بها. هذا سهل جدا. أو ربما تحمست قليلا، لقد كسرت كلها. حظا موفقا. حسنا، لدي بعض الغراء، ستكون حرفة ناجحة، ستعود وكأنها جديدة. لنجرب. تظهر بأن هذا لم يحدث. لا بأس، لدي خطة بديلة، يمكنني استخدام هذا. أنت تمزح، أليس كذلك؟ من ينجح هذا يا أبي؟ سأكسب شرف المحاولة على الأقل. هناك حل واحد فقط. عزيزي، ضع المطرقة، أعرف ما علي فعله. مهلا اللحظة، لدي فكرة أفضل. سأنثر الطباشير هذا على رسمة الفراشة وأضع فوقها قطعة من البلاستيك، ثم أستخدم المطرقة. هذا نوع من الفنون. علينا أن نتحدث لاحقا، سأركز على رسمتي، ليست سيئة. لقد انتهيت أيضا، سأزيل النموذج، تبدو جميلة، ما رأيك؟ أم أن بطيختي قد أعجبتك؟ أوه، هذا صعب، لقد تعادلت معه. سأقبل به. أحسنت. سنضع بعض الحليب في هذا الوعاء، والآن سأضيف بعضا من قطرات ألوان الطعام. ها هو الأحمر ثم الأزرق، وبالطبع لا يمكننا أن ننسى الأصفر. والآن أحتاج إلى مسحة قطنية لنضعها في الحليب. ها هي دا، بدأت تتحرك. يمكنني أن أحرك الألوان في أي اتجاه أريد. حان وقت بعض المزج. أشعر بالملل قليلاً، أتساءل ماذا علي أن أفعل. لدي فكرة، سأقوم ببعض الأعمال الفنية. سأبدأ بقليلاً من اللون البرتقالي. الفن ممتع، من الصعب أن تشعر بالملل وأنت مبدع. من الأفضل أن أشرب بعض السوائل. كلا، فيما كنت أفكر؟ الطلاء على كل أصابعي. يا إلهي، يا لها من فوضى. ماذا سأفعل الآن؟ الطلاء لوث الكوب بأكمله. انتظروا، أنا عبقرية. حسناً، سأبدأ بكوب زجاجي نظيف وإصبع ملون. ينبغي أن يكون هذا كافياً. والآن سأرسم خطاً مموجاً بالأعلى. جيد، ثم يمكنني وضع القليل من الخطوط بقلم التحديد تحت النقاط الملونة. لقد انتهيت، تبدو لطيفة جداً. تبدو كأضواء صغيرة ملتقة حول كوبي. إنه أجمل بكثير من ذي قبل. لا يمكنني أن أصدق أنني فكرت في هذا. وقد حان وقت المزيد من العصير. هذا ما أقصده. مرحباً، ما رأيك في سترتي الجديدة؟ حصلت عليها في التخفيضات، خصم 50%، أليست جميلة؟ أجل لطيفة، ولكن انظري إلى سترتي الجديدة. ما رأيك في حافظة هاتفي الجديدة؟ موضة لآلي قديمة جداً، لدي بوبيت. لا يهم، لدي هذا الدفتر أيضاً، زينته بالملصقات. قلوب ونجوم وقطعة مثلجات أيضاً. كريم ممل جداً وسادة، لن يصلح هذا إطلاقاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي أقلام التحديد هذا. انتظروا، لدي خطة. بأقلام التحديد وهذا السكين سأقطع الطرف، وسأقطع المزيد حتى يبدو بشكل قلب. انظروا كم يبدو لطيفاً الآن. سأحضر دفتري وأستخدمه كختم. لن أتوقف عند القلوب فقط. ها نحن ذا، جميل بالقلوب والنجوم. انظري، دفتري عليه هذه الأشكال أيضا. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا. على السنجاب أن يعيد مثلجاتي. لا تأخذ مثلجات روكي رود. حسناً، حان وقت بعض التلوين. أنا فنان، أنا الأفضل في الفن. التلوين ممتع للغاية. كلا، نثرت الألوان على حاسوبها. أعرف ماذا سأفعل، سأنظف. انتظروا، إنه يتلصق. كلا، لقد زادت الفوضى، لقد تلون بالوردي. ستغضب مني كثيراً. لقد استيقظت. ماذا تفعل؟ لماذا تحدق بي؟ تتصرف بغرابة، غريب حقا. انتظر لحظة،
حسودي، ماذا حدث له؟ لقد لونته بالوردي. ما هذا هناك؟ صفات؟ انتظروا، يمكنني إنقاذ الموقف. حسناً، ها هو حاسودي المسكين الملطخ. أحتاج إلى المزيد من الاطلاع. هذا صحيح، أكثر وليس أقل. أبيض وأصفر أيضاً، وبعض الأرجواني، وربما القليل من الأصفر المائل للبني. حسناً، أنا جاهزة الآن لاستخدام الشفاط. سأبدأ في النفخ على هذا الطلاء الآن. سأستخدم الهواء لرفع الطلاء على الحاسوب. علي الاستمرار، أحب الألوان المختلفة. الأنماط والملمس تجعله رائعاً. رائع، تحول إلى عمل فني رائع. يجعلني أفكر في أمواج المحيط. لا يمكنني أن أصدق كم أصبح جميلاً. رائع، انظروا إلى حاسوبها، رائع للغاية. كدت أنتهي من ترتيب طعامي. كلا، إنه يقع. يا للهول، أنا سيء في هذا. انتظروا، هل هذه الألوان بالأعلى؟ أجل، إنها ألوان ولوحة فارغة. لقد تركتها هنا. سأقوم ببعض الأعمال الفنية. هل هي موجودة؟ لا أريدها أن تمسك بي. كلا، الباب مغلق. حان وقت التلوين. أحب اللون الوردي، إنه جميل. أنا بارع في الرسم. حسناً، لدي ما أحتاج إليه. ماذا؟ ماذا يحدث؟ مرحباً، انظري، أنا ألون، أليست جميلة؟ حسناً، أظن ذلك. ماذا سأفعل؟ لقد أفسد اللوحة بالفعل. أجل، أظن أنا لدي حل. حسناً، لدي اللوحة. حان الوقت لبعض الطلاء. سأستخدم نفس اللون. سأرسم حرف A الذي استخدمه. أحتاج إلى المزيد من الأزرق وبعض الأصفر. كل الألوان. حان وقت بعض التنظيف بالإسفنجة. أنا أمزح. أحتاج إلى الإسفنجة لأمزج كل الألوان. لا بأس إن نطقت الشريط اللاصق. اتضح أن المزج ممتع فعلاً، ولكنه يستغرق وقتاً طويلاً. ها نحن ذا. لقد غطينا اللوحة أخيراً بكل طلاء. ها أنا ذا. سأنزع الشريط اللاصق. ينزع بسهولة. رائع، تبدو مذهلة. رائع، هذا مذهل. أنت بارعة في التلوين. لوني واحدة لأجلي. كيف تشابكت الخيوط؟ رائع جدتي، انظري. كلا خيوطي. يا لها من فوضى. كلا كلا كلا، عملي الفني لقد فسد تماما. جدتي، انظري إلى ما فعلته خيوطك. انتظروا، الخيوط. الخيوط بالطبع، لقد تلطخت بالطلاء بالفعل. سأفعل هذا. حسناً، الطلاء الأسود على اللوحة. والآن سأضع الخيوط المطلية باللون الذهبي. وضعتها على اللوحة لأكملها، وسأضع المزيد هنا. تحولت اللوحة بالكامل. ثم سأحتاج إلى الشريط اللاصق على الأطراف غير الملونة. حان وقت رفع اللوحة. ها نحن ذا. تنزع الخيوط بسهولة. لقد صنعت عملاً فنياً مذهلاً. أنت أفضل فنان في نظر جدتك. إنها أفضل لوحاتي. إنها جميلة للغاية. حان الوقت لإبهارها بمواهبي. سأبدأ بالأزرق، ولكني سأحتاج إلى ألوان أخرى أيضاً. سألون هذا القلب باللون الوردي. ها نحن ذا. عليها أن تفهم الرسالة من هذه الرسمة. أتساءل إن كانت ستعجبها. هل صنعت هذا لأجلي؟ ارحل من هنا. كلا كلا، لا أريد ردة الفعل هذا. أجل، هذه سيئة. انتظروا، ماذا؟ كلا، لقد لطخت أصابعي بالطلاء. يومي لا يسير كما أشتهي. من الأفضل أن أغسل يدي قبل أن أسبب المزيد من الفوضى. سأحتاج الصابون لهذا بالتأكيد. انتظروا لحظة. رائع، انظروا إلى هذا. تلونت الرغوة من الطلاء. حان الوقت لإصلاح الأمر. أحضرت وعاء ماء وسأضع صابون الجلي. وبالطبع سأضيف الألوان. سأمزجهما معاً بعصا مثلجات. ها نحن ذا. هناك رغوة قليلة، ولكني أحتاج إلى المزيد من الفقاعات. حان الوقت لإضافة الهواء من خلال شفاط.
رائع، انظروا إلى هذه الفقاعات، إنها تزداد. حسناً، وداعاً يا شطاط، والآن سنضيف الورقة على الفقاعات. رائع، ظهرت الفقاعات على الورقة. مرحباً، أعددت لك هذه البطاقة. صنعتها لي حقاً؟ رائع، أحببتها، إنها جميلة جداً. يا إلهي، هل تريد السير معي إلى الصف؟ لقد نجحت بالفعل. مرحة، حان وقت الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. صمتي حقيبتي. ها أنا ذا، أنا مستعدة. أبي أبي، أنا مستعدة للمدرسة. حسناً، أنا قادم، سأرفعك على ظهري. هل أنت مستعدة؟ تمسكي بإحكام. هذا ممتع جداً، أحب الجلوس على حقيبة الظاهرة. إنه يوم جميل في الخارج، أليس كذلك؟ مالاً، كيف وصلنا إلى هنا؟ لابد أنني أخذت منعطفاً خطأ. أحب شعرك أكثر. عزيزتي، انظري ماذا أحضرت لك، أقلام تحديد جديدة لك وحدك. مرحة، شكراً أمي، أحب أقلام التحديد. لونان أخضر، سأبدأ بهذا أولاً. أنا بارعة جداً في الرسم، يجب أن أفوز بجائزة. سأستخدم كل الألوان الآن. إنها مثل قوس قزح، أحب قوس قزح. مرحة، أزرق، ويمكنني تهجئة اسمي بالأحمر. لماذا يوجد أغطية كثيرة؟ لا أريدها. لا لا لا، سأنزع كل الأغطية. لماذا لا يعمل هذا القلم؟ أمي أمي أمي، انظري، أقلام التحديد لا تعمل، أصلحيها. ماذا؟ لكنها جديدة تماماً، لقد اشتريتها للتو. دعيني أرى ماذا يحدث مع أقلام التحديد هذا؟ حسناً، تعالي معي، سأرى ما يمكنني فعله. انظري، هل ترين؟ كل الأقلام لا تعمل. فهمت، لقد أزلت كل الأغطية. من دون وضع الأغطية على الأقلام، أصبحت كلها جافة. تحتاجين إلى وضع الأغطية حين لا تستخدمين القلم. حسناً، سأضع الأغطية. لنرى أين الأغطية الأخرى؟ إيفا، أين وضعتها؟ ها هو واحد، وجدت واحداً آخر أيضاً. إنها في كل مكان، كيف يمكن لفتاة واحدة صغيرة أن تسبب كل هذه الفوضى؟ ليت كان هناك طريقة لجعلها أكثر تنظيماً. شريط اللاصق، هذا يعطيني فكرة رائعة. سأبدأ بقطعة جيدة من الشريط اللاصق، ثم سأحتاج إلى أقلام التحديد بالطابعة، سأصفها على الشريط اللاصق، والآن يمكنني طي بقية الشريط عليها. سينجح هذا تماماً. حسناً يا عزيزتي، انظري إلى هذا، والآن لن تفقد الأغطية مجدداً أبداً. حسناً، تفضلي. مرحة، انظري، أقلام التحديد تعمل مجدداً. لقد رسمت زهرة أرجوانية وقلباً أخضر. أنت فنانة صغيرة جداً. ضعوا لعبة بوبيت كبيرة على سطح مسطح، رشوا عليها السكر على شكل رقم 5 بلطف وثبات، ثم أذيبوا السكر واتركوه ليجف. أبقي عينيك مغلقتين، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. هذا رائع، أتحرق شوقا لأكله. حسناً، أعتقد أننا حصلنا على كل شيء، هل أنت مستعدة؟ هذه اللحظة المهمة يا سبيدي، سنعرف من يمكنه الركض بسرعة أكبر. سوف أهزمك. استعدي، انطلقي. هذا سهل للغاية، الحقي بي إن كنت تستطيعين. هيا يا سبيدي، أسرعي. أشعر بالدوار. أوش، سبيدي، كلا، سوف أخسر. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد أديت ركبتي. ستعالج أمك الأمر، لدي ضمادة. إنها تلسع، لا أحب هذا يا أمي، إنها مملة. لابد أن هناك شيئاً يمكنني فعله. أنا أعلم ما علي فعله. هيا يا سيدي، ماذا قلتي؟ هذه فكرة رائعة. اجعل الضمادات أكثر مرحاً بهذه النصيحة. ارسم على الضمادة بقلم جاف، ارسم شخصيتك المفضلة أو حيوانك الأليف، وأضف الطلاء للتلوين. تبدو لطيفة. تبدو هذه السلحفاة مألوفة. انظري إلى ما لدي. لنجرب هذا مجدداً. ما رأيك يا عزيزتي؟ أحببتها يا أمي. أظن أن كل الإصابات والكدمات مغطاة. أظن أن عليك أن تكوني أكثر حذراً. ربما عليك تك سباقات لسبيدي. فروم فروم سبيت. لنرى، هل حزمت ما يكفي من الألعاب؟
لا يمكنني نسيان قبعته وكتابي أيضاً، والمناديل المبللة تحسباً لاتساخ. لقد امتلأت بالفعل. هيا ادخلي، أعلم أنها ستلائمك. ما الذي يلعب به هناك؟ ها أمي، هذه لي. حسناً، دعني أخرج هذه اللعبة من الحاوية، وبعد أن أفرغتها يمكنني حشر بعض المناديل المبللة فيها. إنها حاوية صغيرة، لكن يمكنني طي المناديل المبللة إلى حجم صغير. ينبغي أن يكفي هذا، والآن ستأخذ مساحة أصغر كثيراً. أمي انظري إلى ما يمكنني فعله، لدي وجه رقائق. هاجل، هذا ذكي جداً، لكن مهلاً لحظة، دعني أحضر المناديل المبللة. هذه أحد أذكى الأشياء التي فعلتها منذ فترة. ها نحن ذا، جميل ونظيف مثل ما أحبه تماماً. هي لها من ظهيرة جميلة. انظر يا عزيزي، بط. أمي لقد جعلتني أسكب الصودا. حسناً، لا تقلق بشأن هذا، يمكنني إصلاح الأمر. ما زال معي المناديل المبللة، ها أنت ذا، لقد جففتها. التيشيرت جميل ونظيف مجدداً. والآن لماذا لا تتناول هذه التفاحة بدلاً من الصودا؟ بروم بيب بيب، انتبهوا أنا قادم. نالت منك شاحنة ديناصور. عزيزي ماذا تفعل هناك؟ عزيزي، أمك تسألك سؤالاً. يا إلهي، يداك مغطيتان بالتراب. من الجيد أن لدي هذه المناديل المبللة مجدداً. هيا دعني أنظف يديك. ها نحن ذا، يداك نظيفتان مجدداً. مرحا، شكراً أمي، أحبك كثيراً. مرحباً يا عزيزتي، أنا أصنع بعض المخبوزات. رباه، يا لها من رسمة جميلة. إنها سمكة، انظري إنها تسبح. إنها جميلة يا عزيزتي. لا كعك لك الآن، انظري إلى يدك. أمي واحدة فقط، لا بأس، لا أحتاج إلى استخدام يدي. كلا، أريد كعكة، هذا ليس عدلا. يكفي هذا أيتها الشابة، تعالي معي لننظف يديك. كلا، أريد الكعك. طفح الكيل، تعالي إلى هنا. أنا لست سعيدة بشأن هذا، من الأفضل أن أحصل على الكعك بعد هذا. سعيدة، انظري إنني أغسل يدي. هذا ما تريدينه، أليس كذلك؟ أحتاج إلى المزيد من الصابون. هذا ليس مضحكاً يا أشلي، لكني أنظف الطلاء. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يمكنني الانتظار طوال اليوم. حقاً؟ ها قد انتهيت. كلا، هذا ليس صائباً. حسناً، خذي نفساً عميقاً. ماذا سأفعل؟ مهلاً؟ أظنني وجدتها. ابدأ بقالب هلام، ضعوا ألعاباً في كل جزء من القالب، ثم املأ وعاءً بقاعدة صابون شفافة، ثم اسكبوه في القالب. تأكدوا من تغطية الألعاب تماماً. املأ كل جزء بقاعدة صابون واتركوها لتجف. انزعوا الصابون من القالب، مما سيجعل التنظيف ممتعاً. أشلي، يمكن أن تكون هذه لعبتك. عليك غسل يدك بشكل مناسب. رائع، أريد الحصول على هذه اللعبة. يبدو أن حيلتي تنجح. كدت أن تهيأ أمي. انظري، يداي نظيفتان. أحسنت يا عزيزتي، لنحصل على بعض الكعك. حقا رائع. دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين، لا يمكنني تركها هكذا. ماذا إن دخلت ملكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقا. علي وضع هذه الأدوات بعيدا وتأمينها في مكان لم تعرف. هذا أفضل كثيرا. حسنا، سأجمع بعض ألعابها. مهلا لحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جدا، إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرة. كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين، لا أود أن تبكيها هذه الطاولة. يا للهول، كلا كلا مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا، إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد. لا يمكنني نسيان غلق الباب. مهلا، المقابس في المنزل. كلا، ماذا تفعل؟
ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي. توقفي فورا، لا تضعي شيئا ابدا في مقبس. انظري الى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة. هيا لنحاول تنظيفك. ماذا سافعل معك؟ مهلا لحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلا لها. أجل، إنهما متناسبان بتأكيد. سأحتاج إلى إضفاء بعض التعديلات. يمكنني نزع الغطاء مباشرة ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاء للحائط. ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيدا عن المقبس. حسنا، كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. مهلا لحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبدا. هذه اللعبة رائعة. ماذا حدث؟ الشاشة سوداء. طاقة منخفضة. كلا، ليس الآن. أمي، يجب أن تساعديني. ما الخطوة يا عزيزتي؟ نفضت طاقة هاتفي، ليس لدي شاحن. لماذا تحدث المتاعب للأشخاص الصالحين؟ ابدأي يا عزيزتي، لا بأس. لابد أن لدي بعض الحلوى في حقيبتي. ما رأيك في تناول بعض الحلوى؟ لذيذة، لديك المزيد؟ كانت تلك آخر واحدة. الحياة غير عادلة. انظري إلى ما وجدت. لست قطة يا أمي. لماذا يحدث هذا؟ ماذا لدي أيضا؟ إن أعطيتك المال فهل سيحسن هذا الأمر؟ سوف يساعد. صنعت طائرة ورقية. أشلي، كانت تلك آخر نقود لدي. لا يهم يا أمي، امسكي هذا. ما خطب هذا؟ أشلي توقفي. ما هذا؟ ما هذا؟ أشلي من فضلك، علي إصلاح هذا. يبدو ممتعا، هذه المريضة مستعدة. ماذا كان ذلك؟ إنني أرسم صورة يا عمي. أنا محرج جدا. مهلا، يمنحني هذا فكرة. ضعوا هواتفكم على سطح مسطح، وضعوا عليه بطاقة ملونة، ثم ألصقوا بعض البلاستيك الشفاف على الهاتف. املأوا البلاستيك بالغراء. ثم انشروه. أغلقوا البلاستيك لتمنعوا تسرب الغراء. إنه كلوحة رسم صغيرة. إنها طريقة رائعة لقضاء الوقت. هذا ممتع جدا. دعيني أرى. أتودين تجربته؟ أنت محقة، هذا ممتع للغاية. رائع، أحببته. شكرا يا أمي. يمكنني أن أرتاح أخيرا. مرحة، هذه لعبة الفقاعات المفضلة لي، أحب الفراشات. يا إلهي، إنها تتصرف كملاك صغير. مرحبا، لم أرك منذ عصور، كيف حالك؟ هيا لنذهب للتمشية. أجل، إنها تفعلها. هل تظني أن بإمكاننا التجول في جميع أنحاء العالم؟ انظري يا دميتي، مسبح، أحب السباحة. واو، هل تشعرين بالعطش؟ عليك تناول مشروب. تفضلي، كيف تشعرين؟ كلا، أين ذهبت؟ إنها هناك. لا أصدق كم كبرت منذ آخر مرة رأيتها. يا دميتي، هذا ليس ممتعا الآن. انظري إلى هذا، توجد كرة هناك. إنها كرة جيدة أيضا، لقد أحببتها. إنها بالأحمر والأزرق. عودي أيتها الكرة. توقفي عن الابتعاد، أريد اللعب بك. أيتها الكرة، انظروا كم هذه الشجرة طويلة. إنها أفضل شجرة على الإطلاق. شجرة، أراهن أن بإمكاني هزك لتسقطي. أمزح فحسب. أنا مهووسة بهذا الكتابة تماما. أين هي؟ كلا، إنها مفقودة. إنها ليست في أي مكان هنا. هي دميتها، لكنها تأخذها إلى كل مكان. معذرة، مرحبا، أرأيت فتاة صغيرة هنا؟ إنها تبدو هكذا، إنها لطيفة جدا. آسفتان، لكننا لم نرها على الإطلاق. أين يمكن أن تذهب؟ هاتفي، مرحبا. أجل، يا إلهي، شكرا جزيلا. أين هي؟ ملاكي يا عزيزتي. مرحبا يا أمي. شكرا جزيلا لك على إعادتها. من أين علمت كيف تصلين إلي؟ حسناً، إنها ترتدي سواراً. يا إلهي، لقد نسيت أنني صنعت لك ذلك السوار. لقد أخذت خيط صيد وبعض الخرزات، واستخدمت القلوب لأجعله جميلاً، ووضعت رقم هاتفي أيضاً، وأخيراً وضعت اسمها أيضاً. حسناً، شكرا جزيلا لك على إعادة آني إلي. والآن لوحي لبطلتك يا آني وودعيها. هذا الأنبوب المتحرك مرن للغاية.
صنعت دائرة. ما هذا؟ مصاصة، إنها لذيذة، إنه يوم حظي. يونغ، أعطني إياها. كلا، أنا أريدها، أنا من وجدها. إتو، انظري إلى ما فعلت. حصلت عليها، نانا. يمكنك الاحتفاظ بها، إنها متسخة للغاية. مصاصتي، هذا خطأك. ماذا حدث؟ أفسدت إيفا مصاصتي. هذا كل ما في الأمر؟ دعيني أراها. إنه خطأ إيفا. يمكنني إصلاح الأمر؟ قد يكون هذا مفيداً. لدي شيء من أجلك. ماذا؟ إنه حامل لمصاصتك. لن تتسخ بعد الآن. ولدي واحدة لإيفا أيضاً. رائع، هذا مذهل. سأحفظ هذه لوقت لاحق. سأحفظ هذه لوقت لاحق. إنه ينجح. أشلي، انظري، إنها على الأرض ولم تتسخ. أعلم، إنها فكرة مذهلة. يسرني أنها أعجبتكما. لقد أعددت لك وجبة خفيفة صحية ولذيذة. هلا، لا أريد هذا، مقززة، أريد برجر. يا إلهي، حسناً، لا يمكنك تناول ذلك، عليك تناول هذا. تفضلي، جربي. قلت كلا، أريد برجر. حسناً، سنرى بشأن هذا. انظري، ها هو التفاح. ها هو، افتحي فمك وخذي قضمة. هيا يا عزيزتي، أنت تحبين التفاح، إنه المفضل لديك. حسناً حسناً، ماذا عن لوح الحلوى اللذيذ هذا؟ واو، أحب ألواح الحلوى، مرحة، أريده، إنه يقترب أكثر وأكثر. كلا، قلت لا تفاح. حسناً، لنجرب هذا. انظري من معي آني. هذا صحيح، جاء السيد دب لزيارتك. تفضلي، والآن عانقيه بشدة. رائع، إنها مشتتة تماماً، سأضع هذا في فمها خلسة. ها؟ كلا، لا أريد هذا، ممنوع التفاح. إنها تختبر صبري بهذا حقاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، من المستحيل أنها ستتغلب على ذكائي هذه المرة. حان الوقت لأعد لها برجر فاكهة. سيكون التفاح وطبق الخبز، وسأضع الكيوي بدلاً من الخس، وشريحة من الخوخ بدلاً من اللحم، والفراولة والموز كالصلصة. يمكنني حتى أن أعد بعض التفاح على شكل بطاطس مقلية. عزيزتي، أعددت لك برجر كما أردت تماماً. واو، برجر كامل لي، وبطاطس مقلية أيضاً. البطاطس المقلية هي طعامي المفضل على الإطلاق. مرحة، وقت البرجر، لذيذ، إنها أفضل برجر على الإطلاق. هذه فتاتي الجيدة. وعاء الحلوى فارغ، علي ملؤه. والآن سأخبئه من أشلي. هذا الرف مكان جيد، لن تجده هنا أبداً. رحلت أمي، والآن فرصتي. هذا ما تظنه هي، لا يمكنني الوصول إليه. علي تجربة طريقة أخرى، وجدتها، سيساعدني هذا الكرسي على الارتفاع. اقتربت كثيراً. حصلت عليه. أو لا، لا، أوتش، على الأقل حصلت على الحلوى، كان الأمر يستحق. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ مرحبا يا أمي. لقد خيبت أملي يا أشلي. علي التفكير بشكل مختلف، أين أخبئ الحلوى؟ مهلا لحظة، أشلي تكره الخضروات. لدي فكرة، سأفرغ كيس الخضروات هذا وسأملأه بالحلوى. لن تبحث أشلي هنا أبداً. يا لها من طماطم كثيرة العصارة، ستكون رائعة في سلطتي. مرحباً يا أشلي. فارغ، أين الحلوى؟ هل أنت جادة؟ ما رأيك في بعض الخضروات اللذيذة؟ هذا مقزز. لقد حاولت، أعتقد أنني أستحق شوكولاتة. لذيذة. هيا،
الرسم ممتع للغاية. بيب أنت وقف. ماذا؟ أنا أقود سيارتي فقط. بيب بيب، لقد أفسدت رسمتي، سأخبر أبي. يا ويلي، أنا في ورطة. يا صغيري، هل كل شيء بخير؟ حان وقت تدخلي لحل المشكلة. من حسن الحظ أنا لدي هذه البلوزة، هكذا أفضل، ستظلان معا للأبد. هذا ذنبك أنت. هل تريدين قيادة سيارتي؟ إنه ممتع. بيب، هذا ممتع حقا. هذه أفضل حفلة عيد ميلاد. حان دور هديتي. عيد ميلاد سعيد. واو، لي؟ كم هذا حماسي. ستعجبك. إنها مقرفة. خدعتك، أنت خائفة جدا. لماذا فعلت ذلك؟ عودي، أبعده عني. لكنني أحضرت لك. اتركني لوحدي. هذه الحشرة فروية، انظري. ابتعد، أنا أكره العناكب، لا تقترب مني. ألهمني هذا البالون بفكرة. راقبيني. لماذا فعلت ذلك؟ هذا رائع، صحيح، سأكرر فعل ذلك. بالوناتي، أنت تفسد حفلتي. أبي، يا ويلي من أبي، سأهرب. إنه لئيم. عزيزتي، هل أنت بخير؟ ما المشكلة؟ أخبريني. فقع كريس كل بالوناتي. لدي حل لهذه المشكلة، خذي هذه اللعبة. لا يا أبي، أريد بالونات. كانت فكرة غبية، ماذا عن هذا؟ لا أريدها. هذه مشكلة عويصة. خطرت لي فكرة، قد تنجح. سأقص شقا في البالون، ثم سأضع بالونا آخر داخله. سأحضر قمعا وأملأ البالون الداخلي بجليتر. أوه، نجوم لامعة. كل ما بقي هو إضافة الماء. من الجيد لأن لدي هذا القمع. بعد ملء البالون سأربط عنقه بشريط زينة وأعصره. يا صغيرتي، صنع لك والدك مفاجأة. ما هي؟ هذا رأي يا أبي، لقد أعجبتني. شكرا. على الرحب والسعة، أنقذ الأب الخارق اليوم مرة أخرى. أين كريس المشاغب؟ أريد بالونا مثله. تبدو العصيدة لذيذة ورائحتها شهية أيضا. مرحى، انظر يا أبي، إنهما يطيران. خيالك واسع، الطعام جاهز. تفضلي يا ابنتي، أبوك طباخ ماهر. ها، ما هذا؟ عصيدة، تناولي كل طبقك حتى تكبرين بسرعة. لكن لقد حاول على الأقل لنأكلها، لكن لدي فكرة. تعال يا كلب. أعمل أنك جائع. هل سمعت صوتاً؟ كلا، يبدو أنني أتوهم. تفضل، بالعافية. يمكنني اللعب الآن. هذه العصيدة جيدة. ماذا؟ أين ذهبت عصيدتها؟ أنا أفقد صوابي، لا يمكن أن أترك ابنتي جائعة. أين وعاؤك؟ لا أعرف ما تتحدث عنه. أو لا بأس، خذي، أنا بحاجة ماسة للنوم. هل مزيد من العصيدة؟ أمل أن تعجب الكلب. خذ طبقك الثاني. هذه فكرة ذكية. يا ويلي، حسف يا أبي. محاولة جيدة، لكنني اعتذرت. لدي حل لهذه المشكلة، سأخذ الوعاء وألعابك. ألعابي؟ يجب أن تتعلمي درسك، أنا عبقري. ستؤدي أكواب الصف الغراض. وعاء عصيدة ساخنة. لنحاول مجددا، ويجب أن تأكلي كل ما في وعائك. سيظل هذا الوعاء في مكانه. شكرا. لماذا لا يتحرك؟
هيا. لقد أخبرتك، كلي العصيدة. هذا ظلم. ستحتاجين هذه الملعقة. افتحي فمك. يا كان تمرينا شاقا. يجب أن أبقي جسمي رطبا. ما هذا؟ هذا ممتع. إنه سعيد على الأقل، لكن البروكلي سيساعده أكثر. يا كريس، أتريد تناول البروكلي بدلا من البطاطا المقلية؟ حقا؟ إنه لذيذ. كلا، شكرا، لن آكله. حسنا، سأعود إلى لعبتي الآن. لقمة واحدة فقط ستعجبك. أنا لست أرنباً. سأتناولها أيضاً. رائع، ربحت الجولة. أمي، مقرمش ولذيذ مثل البطاطا المقلية. أنت تفوت الكثير. لا يمكن أن يرفض الجزر، الجميع يحبونه. لحظة، لدي فكرة أفضل. مفاجأة! لقد فقدت صوابك رسمياً. سأتناول البطاطا المقلية، اتركيني في حالي. لابد أن هناك طريقة لإقناعه بأكل الخضروات. وجدتها، أحتاج إلى شيء واحد، علبة بطاطا مقلية. شرائح الجزر هذه صحية أكثر. حان وقت التبديل. يجب أن أفعل ذلك بخفة. انتهيت، إنه غافل تماماً. طعم البطاطا المقلية غريب. لا يهم، كنت أعلم أنها ستنجح. وسأكافئ نفسي بهذه البطاطا المقلية، إنها طيبة. أهلا بكم في درس الرسم. حان وقت الإبداع، انظر إلى هذه الفرش. أوه، إنها رائعة. إنها حصرية للغاية، ليس لدي سوى هذه الفرشاة القديمة. على اللحظة، لدي فكرة. سأقص القليل من شعر ماغن، لن تلاحظ أبدا. يمكنني الآن تثبيته بمقبض الفرشاة. تبدو جيدة، لنبدأ التلوين. يبدو هذا مألوفا. هاي، توقفا. هناك حل واحد فقط، سأضغط بهذه الأقلام على بعضها البعض، مما سيمزج حبرها معا. سيفي هذا بالغرض. أين كنت؟ هاجل، حان وقت تحدي الرسم. هذا رائع، أليس كذلك؟ لنبدأ. ما الذي حدث؟ كنت أتوقع أن يكون هبوطا صعبا. أوه، الكثير من المخاط. ها؟ ما هذا؟ هل هذا فيل؟ منحني هذا فكرة، إنه التحدي الأول لكما. حقاً، حسناً، يمكنني فعل ذلك. علي فقط التفكير في الأمر. هو وجدتها، أعطني هذا أيها المهووس بالدراسة. دعه، لا تجعلني أعضك. إنه غبي وقوي، هذا ما أحتاج إليه بالضبط. هيا بنا، هناك الكثير من الأرقام لأختار من بينها. وجدته، سيكون هذا سهلاً. سأختار الرقم 5، سأرتبه على الورقة بهذا الشكل، ثم أصل الأرقام ببعضها البعض. سيكون هذا خرطوم الفيل. والآن يمكنني رسم الساقين. هذا جيد حتى الآن، لقد بدأت تظهر ملامحه. ثم سأرسم جسم الفيل، سأمنحه ذيلاً لطيفاً. والآن سأضيف بعض التفاصيل. سأرسم عينان. يعتني هذا الفيل بأظافر قدميه. أكاد أنتهي. هذا جيد. هذا صعب. هل انتهت بالفعل؟ كنت أمضغ قلم الرصاص. لدي قلم إضافي. ماذا سأفعل الآن؟ حان وقت الطيران. سأحضر القليل من الرملة. من الأفضل أن أذهب. أشعة الشمس مزعجة لمصاصي الدماء، لكن لدي هنا كل ما أحتاج إليه. ستكون النتيجة رائعة. سأستخدم إصبعي لرسم الفيل. ما الحاجة إلى القلم؟ أنا سعيد جدا بهذه النتيجة، لقد كانت مهمة سهلة. انتهى عملي هنا. هاي، فيل جميل، أحسنت صنعا. المعلمة ميغن هي الفائزة في هذه الجولة. ها، لقد نجحت. أنت تمزحين، ذهب طيراني سوداء. ماذا سنرسم في هذه الجولة؟ مهلا، أعرف ما علي فعله. أرسم سمكة. ماذا تنتظران؟ من أين سأبدأ؟ لن ينفع هذا. ماذا لدي أيضا؟ ماذا حدث لهذا القلم؟ سأحتاج إلى بريه، ستتولى أنيابي المهمة. حسناً، هاي عذراً. ها
هذا أفضل بكثير. إنه حاد، يراودني شعور جيد حيال هذا. سأرسم شكل دمعة، ثم يمكنني إضافة الذيل. سأستخدم خطوطا طويلة لهذا، والآن يمكنني وصلها ببعضها. ثم سأرسم الزعانف والفم. تبدو رائعة، لقد منحتها الظلال شكلا مميزا. عند الانتهاء من ذلك سأنتقل إلى جسم السمكة. لن أضيف الكثير من التفاصيل، سأمنحها بعض القشور. سأكرر هذا حتى نهاية جسمها. أريني هذا، إنها عبقرية، لكن أعتقد أن بإمكاني التفوق عليها. سأحتاج إلى كيس دقيق، لكن لا تخبري أمي، كانت تحتفظ بي لتحضير الكعك. سأبدأ برسم رقم 3 في الدقيق. سأرسمه بأحجام مختلفة. يمكنني الآن البدء في وصلها معاً. هذا بسيط للغاية، لكن يمنحني سمكة جميلة. حسناً، أعتقد أنني انتهيت هنا. هل هذه هي رسمتك؟ أرياني سمكتيكما؟ أعتقد أنها ستنال إعجابك. ميغان هي الفائزة مجدداً. برافو، أحسنتي. لن أصبح فناناً أبداً. رائع، هذا ما أحتاج إليه. هذه العباءة باهظة الثمن، كن حذراً. يا له من مجموعة فنية مذهلة. أشعر بالغيرة، كيف لي أن أستخدم هذه؟ ربما يمكنني إصلاح فرشاتي، سأحتاج فقط القليل من الشعر. أمل أن لا تلاحظ سارة. أظن هذا كاف، سأثبت الشعر بالفرشاة. الآن يمكنني التلوين. يبدو هذا مألوفا لي. في الواقع هو مألوف جدا. هل هذا شعري؟ ماذا فعلت؟ أعطيني هذه. سأخذ المزيد من الشعر. توقف، هناك حل واحد فقط، معاقبتك. كنت أتوقع ذلك. أين نحن؟ مرحبا، حان الوقت لتحدي فني. سيقرر الدولاب ما سترسمان. 1 2 3 انطلق. زهرة، حسنا هذا سهل. هل علينا فعل هذا؟ لا أعرف ماذا أفعل. مهلا، خطرت لي فكرة. أنا عبقرية. سأضع السلاسل على الورقة، ثم ألون فوقها. لن أحتاج الكثير من الطلاء. سأستخدم ألوان مختلفة. أظن أن هذا كاف. سأستخدم رأس الفرشاة لسحب سلاسل فوق الورقة، وستسحب الطلاء أيضا، وتمزج الألوان معا. هذه زهرتي الخاصة، رائعة أليس كذلك؟ واو، مدهش. سأضع مكياجي الآن. هذه فرصتي، يجب أن أبدو بمظهر جيد، فأنا مشهورة كما تعلمون. ياه، رائع، هذا ما أحتاجه بالضبط. سأرسم الآن زهرتي الخاصة. سأربط بالطلاء باستخدام فرشاة التلوين هذه، وسأفعل نفس الشيء بالطلاء الأخضر. هذا رائع. سأضيف بعض التفاصيل. انتهيت، جميلة جدا. سأتخلص من هذه. ماذا تفعلين؟ لا شيء. جيد، لا تلهيني عن وضع المكياج. أبدو فاتنة. انتهى الوقت. ما رأيك؟ رائعة أليس كذلك؟ زهرتي أكثر جمالا. أحسنتما، جميل يا سارة. كنت أعلم أنها ستعجبك. مستحيل، ما المضحك في الأمر؟ الطلاء يغطي وجهك. بشرتي الجميلة. لا، هذا عمل فني يا سارة، لعرضه للعالم أجمع. لوحتيكما جميلتان فعلا، أحسنتما. التحدي التالي هو رسم يونيكورن. رائع، أحب اليونيكورن. يشبه الحصان أليس كذلك؟ لا أجيد رسم الحيوانات. ماذا؟ انظري، الكثير من النقود. إنها لك إن رسمت لي اليونيكورن. سارة، خيبت ظني. كلا، ارسميه بنفسك. أنت الخاسرة، سأفشل في هذه الجولة. يبدو هذا محزناً. أعرف حيلة جيدة لعمل هذا. سأضع يدي على الورقة وأرسم حولها، ثم أضع تفاصيل. طريقة سهلة لرسم اليونيكورن. والآن سألونه. اللون الوردي هو المفضل لليونيكورن. كم هو لطيف. سألون القرن أكثر. فعلت هذا بسرعة.
انتهيت. أوه، انظروا إلى هذا. لماذا أنت سعيدة للغاية؟ خطرت لي فكرة. سأقلد فكرة مولي، لكني سأجعل اليونيكورن ثرياً. سيكون هذا قرناً مثالياً. الفن الجيد يكلف الكثير من المال. ما رأيك؟ حقاً؟ إنها كرسمتي بالضبط. أو لا، رسمتي أغلى ثمناً. يوهو، أيتها المعلمة. أوه، انظروا إلى هذا. أحسنتما صنعاً. أنا فنانة. حسناً، سدعك تفوزين بهذه الجولة. أوبس. لا 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 لا. ووهو. أوبس، أعذراً يا فتيات. ماذا لدينا هذه المرة؟ نجمة، ابدأ. ما هذا؟ مستلزمات طلاء؟ يمكن لمولي أن تأخذها. أوه، انظروا إلى هذا. واو، لابد أنه يوم سعدي. سأضع النموذج فوق الورقة. ولقد غطيت الفرشاة بمجموعة من الألوان. والآن سألون النموذج. منحتني الفرشاة تأثيراً رائعاً. والآن سأزيل النموذج بحذر. واو، يشبه قوس قزح. أعجبني كثيراً. ما أفضل شيء يمكنك فعله؟ سأجري اتصالاً. مرحباً، أجل بحاجة إلى المساعدة. إحي، ماذا يحدث؟ أرسم نجماً؟ بوف، سهل. هذا سهل بالنسبة للمحترف مثلي. شاهدوا وتعلموا. كنت أفضل المزيد من التحدي. انتهيت، صفقوا لي الآن. أعلم أنا موهوب. أوه، هل انتهيتم؟ أوه، رباه، أنت تحفة فنية. أنت ملهمتي. أو أنت، يمكنني رسمك كل يوم. أو هل علي أن أذهب؟ لم أرى من قبل جمالاً كهذا. هذه لك. أنت رومانسي جداً. أشعر بالإلهام وأنت معي. هيا بنا. هاي عودة، رسمتي. سترسمني قلباً هذه المرة. ستحتاجون المزيد من الأدوات. هيا يا فتيات، انظروا إلى هذه الأقلام. واو، هل هذا كل ما لدي؟ حقا؟ ها، هذا طيبا. أوه، خطرت لي فكرة. سيبدو هذا مذهلا. سأرسم قلبا عملاقا. هذا جيد حتى الآن. والآن سأرسم قلبا أصغر بداخله. ممتاز، فظيع. هاي، انظري إلى رسمتي. جميلة، ربما علي أن أرسم شيئاً. مهلاً، خطرت لي فكرة. سأستخدم قلم التلوين والرصاص في آن واحد. والآن وقت الجزء الممتع. سأرسم خطوطاً تمر من مركز القلب. هذا جيد. ثم أضيف ظلال. سأضع لوناً داكناً في الأجزاء المظللة كما أريد تماماً. والآن سأقص الجزء العلوي من القلب. معلمتي، معلمتي، لقد انتهيت. أعذراً. حسناً، لنرى ماذا رسمت. أوه، فكرة ذكية يا مولي، أحببتها فعلاً. أوه، سارة، أين قلبك؟ إنه هناك. أوه، هذا كفني الشوارع. نهجان مختلفان، لكن النتيجة رائعة. تعجبني رسمتين كثيراً. أوه، شكراً لك. أوه، هل تنتظرانني؟ سألف الدولاب. هذا ممتع. حسناً، قوس قزح، أنا بحاجة إلى الكثير من الطلاء. هذا سهل. سأرسم شكلاً منحنياً. حسناً، أصعب مما ظننت. لن ينفع هذا. في الواقع ربما يمكنني استخدام هذه. أعتقد أني وجدتها. سأخذ شريطا ورقيا وأطويه بهذا الشكل. ثم سأرسم شكلا لطيفا. وأرسم العينين. جيد حتى الآن. أنا مبدعة. هاي، كوني حذرة. أوبس، سيحسن هذا من رسمتها. حسنا، سألونها الآن. لن ألون العينين الآن. يا له من لون وردي زاهن. أريد طلاء أظافر بهذا اللون.
الطوق باللون الأصفر والعينين باللون الأخضر. يا له من قط سعيد، إنه يملك ابتسامة بألوان قوس قزح. سأريه لمولي. أوه، هذا مضحك. علي تنظيف الطلاء الذي سكبته سارة، لقد أصبح أسوأ. مهلا، يمكنني استخدام هذا. يا لها من فكرة رائعة. لونت اللوحة باللون الأزرق. يمكنني استخدام الإسفنجة لرسم غيمة بيضاء، وسأسكب الطلاء البرتقالي. سأفعل شيئا ذاته بالألوان الأخرى. هكذا انتهيت. هاي، انتبهي إلى وجهي. معلمتي انظري. أوه، أريني يا مولي، لوحة مميزة وجميلة. واو، هذا مضحك يا سارة. أنا فخورة بكما، تستحقان مكافأة. قمنا بعمل مذهل يا سارة. هل يود أحد الاشتراك في هذه المسابقة؟ أي شخص مرحب به؟ باستثنائك، اذهبي من هنا، يا لك من مقززة. واو، والآن هذا ما أريده. سيارة من تلك؟ لا تقلقي يا سيدتي، سآتي إلى بابك. ها أنت ذا، انتبهي لخطواتك. آه، لقد طالت هذه الرحلة كثيرا. سيشرفني أن تأخذي منشوري. ابتعدي. ما هذا؟ دعوة لدخول مسابقة رسم. كلا، لما يجب أن تكون هناك رياح في أي مكان؟ من شيء هنا. أو ما هذا؟ مسابقة رسم؟ أوه، شكرا، أعطني ذلك. والآن انظري إلى ما فعلت، يبدو أن كلتيهما ستذهبان. حسناً، هل نحن مستعدون للرسم؟ لنبدأ الإحماء برسم قوس قزح. قوس قزح؟ ها؟ يا له من موضوع للإحماء. أعرف ما سأفعل، يمكن لحقيبة أغراضي أن تصبح مفيدة أخيراً. لنرى. أوه، مرحباً أيها الصغير. كلا، يا لك من الفتى المطيع. ها هو ما كنت أبحث عنه. هل أنتم مستعدون لمشاهدة السحر؟ انظروا إلى هذه الألوان وهي تتحول إلى قوس قزح كامل. علي وضع عدة قطرات فحسب. ها نحن دا، انتهيت. حسناً، بل كدت أنتهي. رائع، سأستخدم هذه الأداة. هل هذا مرضي أم ماذا؟ يتعلق الأمر كله باستخدام المتوفر لديكم. ها نحن دا. أوه، هذا فضولي قليلاً. والآن سأزيل الشريط اللاصق كله. لا مثيل لخط أنيق وسلس. حسناً، لنجعل هذا الخط ثلاثة خطوط مستقيمة. ها قد انتهيت. شكراً على المساعدة. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أعتقد أنه جيد. أستطيع تولي هذا. مرحباً. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هذا جميل جداً. اذهب. أحتاج إلى مساحة لأتمكن من الإبداع هنا. هذا مثير للاهتمام. هذا واضح، فلتشاهدوا وتتعلموا جميعاً. إنه جميل بوجود كل هذه الألوان، أليس كذلك؟ انتظري ولتروا ما تعلي. هل رأيتم؟ يتسنى لي العمل أحياناً. وحين ينتهي ذلك، يتبقى لكم مسحوق قوس قزح مدهش. انظروا إلى درجات الألوان الحيوية. تدا! كان ذلك مذهلاً حقاً. أوه، بالتأكيد لم أنتهي بعد. وكأنه فتى قوس قزح يرقص. يمنح هذا شخصية، ألا تعتقدين ذلك؟ حسناً، كلاهما مثير للاهتمام، ولهذا ستفوز كلتاكما. هذا جيد. أداة، فهمت ذلك. أداة؟ ها؟ هاو، لا تقل المزيد، أعرف الأداة المناسبة. هاو، ها هي. إنه لطيف جدا، صحيح؟ لكن يمكنني إجراء بعض التعديلات. هذا جيد، والآن لنبدأ العمل. هل فعلناها؟ ثم ابدأ. عجل، سأفعل.
هل أرى ما أعتقد أني أراه؟ هجل، إنه رائع جداً، أعرف. والآن أرسم أيها الصغير، لكن لأن كل فنان يحتاج إلى إلهام صغير، فإليك إلهامك. هل تعتقد أن بإمكانك رسم قطة صغيرة؟ لا مشكلة، يمكنك دائماً الاعتماد على هذا الشيء لرسم دائرة مثالية. هل تعرفت على هذا الشيء بعد؟ امنحي دقيقة فحسب، سيفعل ذلك. انظري إلى كل هذه الخطوط المثالية. ماذا بحق السماء؟ لا أوافق على ذلك. هل يمكن للروبوتات سمع فن الحقيقي؟ يبدو الأمر كذلك. يبدو أنها اكتملت، ولا أحتاج إلى أن أقول أنها مثالية. هل ترين؟ حسناً، بإمكاني منافستك في هذه اللعبة. أحتاج إلى الأشكال الصحيحة فحسب. لنرى ماذا هنا. قليل من التجميع، وها نحن. مجرد قطعة بلاستيك وصورة على هاتفكم، وبوف، يمكنكم استشفافها. هذا مبتكر، أليس كذلك؟ أن تكون واسع الحيلة دائماً ما يفلح، دائماً ما يفلح. كدت أنتهي، النتيجة تصبح جميلة جداً على ما أعتقد. هذا متجر، هذا متجر. الأسباب واضحة، ناومي. محال، يبدو أن الابتكار هو الحل. روبوت غبي، مكانك هو سلة المهملات، هل تسمع ذلك؟ كلا، أنت القمامة. ها؟ ماذا؟ أرسمت شيئا لي؟ هل يفترض أن يكون ذلك مضحكا؟ لقد خذلتنا التكنولوجيا اليوم. حسنا، وماذا الآن؟ مرحبا يا من هناك؟ أوه بالتأكيد، الجولة التالية هي الأوريغامي. أوه، الأوريغامي؟ حسناً، إن جيد أنني أحمل ورقاً معي طوال الوقت. إنني أمزح، أعطاه لي رئيس الخادم. أفضل الأوراق التي لها قيمة، والذهب أفضل من ذلك حتى. تفضل. أوه، هل هذا حقيقي؟ من الأفضل أن أعود إلى العمل. حسناً، لأرى ما سيحدث. الحرارة ترتفع هنا. أوه، لقد تحولت إلى ذهب. لكن لماذا أتوقف عند هذا الحد؟ سأضعك هنا. أوه يا إلهي، أجل، لقد نجح ذلك بالتأكيد. رائع. أنيسة باتي، شكراً أيها الطاهي. هذا ظلم شديد. أتساءل إن كان لدي ورق في مكان قريب. ليست ذهباً، لكنها ستفي بالغرض. هل أنتما مستعدان لمشاهدة بعض السحر أيها الرفيقان؟ يلا القرف، هذه الورقة مجعدة جداً. هذا مضحك جداً، أعرف، لكن يمكنني عكس الأمور. لا يمكنني تركها تعمل طويلاً فحسب. أصبحت جيدة كالجديدة، أيما يكن. لدي أشياء أخرى لأقلق بشأنها. عدة طيات دقيقة فحسب، ولن تبدو هذه قطعة ورق. الآن سأرسم عدة علامات هنا. تبدو غريبة الآن، لكنها ستكون منطقية في النهاية. هل تعرفتم عليها؟ إنها أجمل فتاة في العالم. ها؟ اصبروا فحسب. حسناً، بقيت عدة خطوط فقط، والآن سأفعل الشيء نفسه على هذا الجانب. سأستمر في طي الثنيات وسأرسم في الفراغات. ها هي، لقد انتهيت. إذا كان هذا رأيك، هل ألوان رجاءً؟ والآن يمكنها الرقص، هل ترين؟ يمكنني جعل أطرافها جميعاً تتحرك. لا يمكنني منافسة ذلك. أم ربما يمكنني؟ سأصنع طية في الأعلى، ثم أخرى في الاتجاه المقابل، واستمر حتى أصل إلى الأسفل، ثم أرسم خطاً مستقيماً هنا، ثم سأجعله يمتد نحو الأسفل بهذا الاتجاه.
ثم أغلقه بحيث يصبح مربعاً. هل عرفتم ماهيته بعد؟ وهنا سأرسم أرنباً صغيراً. كم هو لطيف هذا الشيء؟ هيا، فهو يحتاج إلى دب صغير ليكون صديقه. رائع، أليس كذلك؟ لا تنسوا تلوين الأشياء. الأزرق والبرتقالي زاهيان دائماً. والآن حان دور صديقينا من الحيوانات. تضفي الألوان حيوية عليهما. بقي شيء واحد، ثم سأعيد طي الورقة. تدا، لقد انتهيت. هذا صعب، لكن راقصة البالي هذا، أنت الرابحة. لكن ماذا عن ابتكاري اللطيف؟ الآن الشريط اللاصق جاهز، سأضع هذا الطرف هنا. حان وقت بدء الرسم. إنه أصعب مما ظننت. أحتاج هذا اللون الآن بدقة. يجب أن يظل الخط مستقيماً. هذه رسمة فظيعة. أولاً لدى جدي ذلك الشريط اللاصق. المعذرة، سأستعيره يا جدي. حسناً، أحضرت قطعة من الشريط اللاصق. سأضيف إليها أقلام التلوين. والآن سألف الشريط حتى تثبت في مكانها. ستعمل هذه الحيلة وسأحصل على نتيجة مثالية. الآن سأرسم قوس قزح أفضل. رائع، نجحت، أنا عبقري. واو، أحسنت. ماذا لو جربنا هذه الطريقة مع عدد أكبر من الأقلام؟ هذا العدد كبير، ما نوع قوس قزح الذي سنحصل عليه؟ هل أنت متأكد من أن هذا سيعمل؟ لا ضرر من التجربة. هيا بنا لنرى ما سنحصل عليه. من قال إن قوس قزح على شكل قوس فقط؟ سأبدأ من هنا، ثم سأتجه للأعلى، ثم سأنتقل إلى الجانب الآخر. ثم سأعود من حيث بدأت. واو، انتهيت. ألقي نظرة على اللوحة الفنية. تبدو مثل طائر. واو، عرض خاص، لوحات فنية بأسعار مخفضة. يا للهول، كلا شكراً. لا، رفض آخر. أوه، الشخص الغريب، النجدة، أنقذوني. اهدأ، ما الأمر؟ لا يريد أي أحد شراء أعمالي الفنية. يا جدي، ما الذي تفعله في حديقة القمامة؟ ما الذي تخطط لفعله بهذه القمامة؟ ألا تزال لا تثق بي؟ حسناً، شاهد وتعلم. سأضع غطاء القدر على اللوحة، ثم سأبدأ برش البخاخ على اللوحة. هدفي هو تغطية كل اللوحة بما في ذلك الغطاء. ثم سأضيف بعض الطلاء الأبيض على الزاوية. سأملأ الفراغ بالكامل. حان الآن دور الكيس البلاستيكي. سأربط الكيس على الطلاء الأبيض لإزالة البعض منه. هكذا، ثم سأنثر بعض قطرات الطلاء الأبيض. حان وقت إزالة الغطاء. وانتهيت، اللوحة جاهزة. ما رأيك؟ واو جدي، إنها تحفة فنية. لا أصدق مدى سهولة صنعها. خذ، يمكنك عرضها للبيع. أريد هذه اللوحة، سأدفع مبلغا كبيرا. حسناً، أظن أن هذه القطعة جائزة. لا أريد التباهي، لكن أظن أن هذه اللوحة تحفة فنية مميزة. سأضعها على الحامل. واو، ما أجملها. أو فقاعات صابون، أحتاج إلى مكافأة نفسي. أجل، الكثير من الفقاعات، أنا أعشقها. مرحباً، لقد عدت. المعبرة، أوقعت اللوحة. أوه، إنها تحفتي الفنية، أفضل لوحة رسمتها. لحظة، فقاعات، لقد ألهمتني بفكرة رائعة. أحضرت عبوة بلاستيكية وسأقص جزءها العلوي. سأضع شبكة فوق الغطاء. الخطوة التالية هي سكب الصابون في حاوية زجاجية. هذه الكمية كافية. سأغمس الطرف الشبكي في الصابون. لقد علق الصابون على الشبكة. سأضيف بعض الطلاء. الطلاء الأزرق أولاً، ثم الأحمر والأصفر طبعاً. الألوان الأساسية الثلاثة. حان وقت نقي الفقاعات. سأحرص على الاقتراب من اللوحة. سأفقع بعض الفقاعات الكبيرة.
انتهيت، أظن أن لوحتي جاهزة. يا حفيدي، ما رأيك بهذه اللوحة؟ واه، كيف فعلت ذلك؟ لقد ألهمتني فقاعاتك وصنعتها لك. شكرا جزيلا يا جدي، لقد أعجبتني، الفقاعات عظيمة حقا. سأحاول مجددا، تبدو جيدة. أظن أنني انتهيت، سأقارنها بالأصل. أوه، النتيجة سيئة. هو سأتسلل خفية لأفاجئه، ستعجبه بالتأكيد. أوه، ما هذا؟ أوه، هذه رسمة سيئة، لابد أنه يواجه يوما عصيبا. أوه، هذه المصابيح جميلة، وألهمتني بفكرة عظيمة. أحضرت هذا الإطار، سأفتح ثم سأحضر هذه المصابيح الصغيرة وأوزعها داخل صندوق الإطار. وانتهيت، حان وقت إعادة الغطاء. واو، هذا رائع يا جدي. مصابيح في صندوق، ما المغزى منها؟ أو جدي، هيا دعني أريك. أحضر صورتك وضعها فوق الزجاج. هو فهمت. واو، انظر إليها تتوهج. فهمت قصدك، يمكنني نسخ الصورة بسهولة. يمكنك إعادة إنشاء الصورة. حسناً، حان وقت المحاولة مرة أخرى. سأتتبع الخطوط البارزة بفضل الضوء. واو، كل شيء يسير بشكل رائع. هذا سهل، بقيت اللمسات الأخيرة فقط. انتهيت، أظن أن هذا يكفي. لوحة فنية أخيراً، كل ما احتجته مجرد إطار وبعض المصابيح. العفو. رأيك من صاحب أفضل الأعمال الفنية؟ براين أم ميغان؟ أخبرنا في التعليقات، وتذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو. واو، تبدو هذه الألوان جميلة جداً، سأضغط عليها بقطعة من البلاستيك. هو هذا رائع لتخلصي من التوتر، إنها أشبه بلوحة فن عصري. لنجرب شيئاً مختلفاً، سأستخدم منظف النوافذ هذا لأفرض الطلاء على الورقة، سأعلقها على جداري بالتأكيد. ما رأيكم في صنع نمط مموج؟ لقد أحببته. سأستخدم قطرات من الطلاء هذه المرة، سأمرر قطعة البلاستيك عليها، سأحركها من جانب إلى آخر. توجد احتمالات كثيرة، وكل لوحة فريدة من نوعها. سأفتتح معرضاً، سأصبح ثرية. أشعر بالملل جداً. هل تمزحين؟ إنه وقت الوجبة الخفيفة. لنجعل الأمور أكثر تشويقاً. أليوب، ها هي أتية، أمسكت بها. أعلم، هذا مثير للإعجاب. هل تعتقد أن بإمكانك التفوق علي؟ بالطبع، يمكنني فعل هذا وعيني مغلقتين، سأبهرك. أوه، عيني، ماذا كنت تقول؟ واصل التمرن، سيتحسن أداؤك في النهاية. أريد منكما رسم لوحة لقوس المطر، ومن الأفضل أن تكون جيدة. أحب أقواس المطر، لا أحب استخدام الألوان الزاهية. من يضحك الآن؟ أتوق للبدء. يوجد شيء سحري بشأنها. ماذا تفعل؟ يا لك من أخرق. آني، ماذا تنتظرين؟ هيا ابدأي. إن كنت مصرة، لكني لا أملك سوى اللون الأسود. لننتهي من هذا. إن أردت قوس مطر فسأمنحك إياه، وسيكون أفضل قوس مطر على الإطلاق. لقد انتهيت، أردت توضيح جماله. هل أعجبك؟ معنا فان جوخ في صفنا. ماذا تفعلين يا آني؟ تدعى، لا بأس، لا داعي للتصفيق. رأيت قوس مطر من قبل، أليس كذلك؟ هذا الصف غبي جدا. هذا رأيي في قوس المطر خاصتك. ما للحظة، أعطيني تلك الأقلام، سأرتبها بترتيب ألوان قوس المطر، ثم سأحتاج إلى مسدس الغراء. سألصق الأقلام معا بالغراء، ثم سأنتظر ليجف الغراء. حان الآن وقت الرسم، سأمرر الأقلام على الورقة، سأرسم بها قوسان. هاو، يبدو هذا رائعا، تندمج الألوان معا. يا لها من طريقة سهلة للرسم. ها هي ذا، لكني لم أنتهي بعد. لقد استخدمت قلما أسود اللون لأرسم قوس مطر على حافظة بلاستيكية. لا يوجد قوس مطر، ثم يظهر القوس. رائع جدا، أليس كذلك؟ الآن ترونه والآن لا ترونه. هاو، لقد ظهر مجددا. أي سحر هذا؟ واو، هذا موديل. انتهى عملي هنا. مهلا اللحظة، ترتدين تيشيرت متعدد الألوان. اعتقدت أنك تحبين اللون الأسود فحسب. ماذا؟ كلا، لم ترى ذلك. لا تقل أي شيء وإلا سرك في أمان. كدت أنتهي من واجبي، ستكون هذه الرسمة رائعة. ها
حقاً؟ أريد رؤيتها. كلا، ما زالت قيد العمل. كوني صبورة. لقد اكتملت وهي جميلة. ما رأيك؟ أوه، إنها ما هي؟ هل هي بطاطس؟ مهلاً، ربما إن حولت عيناي. أو لقد رأيتها، إنها بطة. ماذا؟ كلا، كنت أعلم ذلك. أحتاج إلى النظر عن كثب. أحتاج إلى الاقتراب منها مجدداً. آه، إنها واضحة جداً. إنها ليمونة، أليس كذلك؟ كلا، إنها ليست ليمونة. صحيح، كنت خائفة من أن تقولي ذلك. هذا صعب. ما الذي يفوتني؟ هل تمازحينني؟ بالطبع، إنها موزة. انسي الأمر فحسب. أنا آسفة يا عزيزتي، ما هي؟ إنه بيكاتشو. هل هذا هو؟ ليس هذا جيداً. هو أتساءل على أي درجة حصلتي؟ رسوب؟ وهذا أسوأ شيء. ستكون محطمة، لكن أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع بيكاتشو هنا مباشرة. سأحتاج إلى بري هذا القلم الرصاص. يذكرني هذا بأن علي شراء مبرات أقلام. هذا أفضل. سأخذ قلم رصاص آخر، ثم سألف رباطاً مطاطياً حولهما. سأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر، وسأرسم الآن حول الصورة. أحتاج إلى تتبع الخطوط فحسب، وسيرسم القلم الثاني الرسمة على الورقة الفارغة. هذا أسهل كثيراً من الرسم الحر. ها هي ذي، يبدو هذا جيداً جداً. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. أحتاج إلى إضافة بعض الألوان. ما رأيك يا إيفا؟ إنها مثالية، شكراً يا أمي. من الأفضل أن أستعد للذهاب إلى المدرسة، لا أريد أن أتأخر. فلتحظي بيوم جيد يا عزيزتي. اذهبي واحصلي على امتياز. يا للهول، إيفا انتظري. أنا جائعة جدا، أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة، هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسبا لحالات الطوارئ. ها هي، علي الإسراع. ستغضب كثيرا إن رأت هذا. هل كانت تلك حلوة؟ مهلاً؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئاً. ماذا؟ ماذا؟ لا تتجرأي على هذا. لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيراً، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ، خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض، علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض، علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جدا، كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك على اتساع. يا لطيبتك، هذا غريب. لا أملك يدا ثالثة. مرحبا يا إيفا، الرقائق ممنوعة، هل سمعتني؟ لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئا عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ سأشتتها. إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أمسكت بك. ماذا؟ يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما، إنها ماكرة. يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيدا. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً، وصلي النظر بعيداً. هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألذ دونتس على الإطلاق، بكريمة وردية وسبرانكلد. إنها عمل فني. لا تأكليها، لا تأكليها. لقد حذرتك. كلا، مهلاً، أنت صلعاء. أعطيني إياها. هذا ظالم جداً، من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالاً يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي. لا مزيد من هذا، هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، مهلا اللحظة، لدي فكرة رائعة. سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين، ثم سأوصلهما معاً. سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي، ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر، ثم في النصف العلوي. وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص، يمكنني تحديدها بقلم جاف. سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب، لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن، إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص، ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج. ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعاب يسيل، ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً لهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز. سأنقطها على كريمة الزينة، ثم سأضيف تضليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب. سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز، يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية. حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات، وسأترك الرسمة في العلبة. ما
ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخفاء دونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً، كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت. إيفا! لنلتقط صورة ذاتية، تبدو هذه جميلة جداً. أمل أنني لم أتأخر على الصف. على ذكر الجمال، انظري إلى هذا، إنه كيفن. يا إلهي، كيف أبدو؟ مرحبا يا كيفن، أنا هنا. أنت ذا، كنت أمل أن أراك. هاو، إنه وسيم جدا، سنكون ثنائيا رائعا. أتساءل ماذا سندع أطفالنا؟ ومن يهتم؟ سيكونون بالغي الجمال. مهلا، ماذا حدث للتو؟ كلا، ليس الأمر هكذا. بالطبع هذا ما ستقولينه. علي الذهاب. إذن أنا وحدي مجددا. يا إيفا، عليك رؤية هذا، إنه مضحك جدا. لا أعتقد ذلك. كان ذلك وقحاً. إيفا، ها أنت ذا، أحضرت لك مثلجات. كلا، لا أريدها. إنها بنكهة الشوكولاتة المفضلة لديك. كلا، ابتعدي، ستذوب. حسناً، لنجرب هذا مجدداً. بشأن كيفن، لقد رحلت. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. سأقطع أولاً دائرة من قطعة الورق، ثم سأرسم وجهاً عليها. أعتقد أنني سأختار الوجه التعبيري الذي يضحك ويبكي، إنه كلاسيكي. سأحتاج إلى دائرة صفراء ودائرة وردية، سأضعهما على الوجه التعبيري. سأزين الدائرة العلوية برسمة وجه المحب، إنها جميلة جداً، انظروا إليها. ثم سأضيف دائرتين أخريين، وسأرسم وجهاً تعبيرياً آخر. أعتقد أن هذا ينبغي أن يكون وجهاً حزيناً. فلتبتهج أيها الصغير. سأضع دائرة وردية عليه وسأقلبه وسألصق العصا بالغراء على ظهره. أريد أن أكون سعيدة فحسب. إيفا، عليك رؤية هذا، ما الأمر الآن؟ هكذا تبدين، علينا تحويل هذا العبوس إلى ابتسامة. هذا مضحك جدا، هكذا أشعر، أحبك. أنت صديقتي المقربة، أنت محرجة جدا. أجل، أعلم ذلك، لكن هذا مضحك، أليس كذلك؟ أعتقد هذا. أنا آسفة يا إيفا، لم أقصد أن يحدث ذلك. أهلاً، هل ترين هذا؟ مستحيل، أنت مضحك جداً يا كيفن. ليس من النوع المفضل لي. إذن هل سنعطي هذا؟ حلوة جداً، إنها مصدر إلهام لي في الرسم. ماذا يحدث هناك؟ أنت تعلمين القوانين يا فتاة، الحلوى ممنوعة، وما الحاجة إلى كل هذا السكر؟ ما مشكلة هذا؟ هل تريدين أن أوضح لك؟ رائع، ها؟ رسمتها بنفسي. هذا مثير للفضول. ماذا يحدث هنا اليوم؟ يا إلهي، المديرة؟ الحلوى ممنوعة، حان وقت العقاب. لا، انتظري. ما هذا المكان؟ انتبه الآن، حان الوقت لاختيار أدواتكما. هذا نداء الطائر، والتحدي الفني الأول لكما. سأفكر. هذا الوشاح، يجب ألا يكون هذا صعبا بالنسبة لي. ماذا؟ هل هذا ما أفكر به؟ ابتعد من هنا أيها الطائر الغبي. منحني هذا الأفضلية، ولدي الشيء الذي سيمنحني ميزة إضافية. كيف وصلت هذه إلى هنا؟ لا يهم، كما كنت أقول. هل هذه مسحة قاسية؟ حسناً، حصلت على أغراضي أخيراً. رائع، كتاب آخر ممل، غير مفيد. نظارات السباحة؟ لا أجد أي منها مفيداً. ما كل هذه الرياضيات؟ وكأنني أعلم ما يعنيه أي من هذا. يبدو أن بإمكان هذه الحروف مساعدتي في مهمتي. عندما أنتهي من رسم الجسد، سأستخدم هنا بعض الأرقام السحرية، وعلى الرأس أيضاً. أصبح يبدو كطائر، أليس كذلك؟ انتظروا فقط حتى ألونه.
هل أنت بخير يا عصفور يا صغير؟ سأرسم لك ريشا جميلا بألوان زاهية. انتهيت. ما رأيك؟ هل ترين الأرقام هنا؟ مذهل. وأنت؟ لقد علقت أسفل هذا الطقس السيء. هذا كل ما لدي. مقزز، لقد فزتي بالجولة يا آني. هاي ياي لي. شكرا. لا يمكنني العمل في هذه الظروف. كان علي رؤية ذلك قبل وصوله. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم. أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بالسلاح ومستعدة. كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذرا. يا إلهي، كان ذلك وشيكا. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرف، مثل كلمة أبل، إنها سهلة. بي بي ال اي. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5 هو التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها. سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً، وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. ستبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً. تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحى. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية. وأنا أيضاً. التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. لحسن الحظ تفاحتي طازجة. جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمانا وأنتما الاثنتان حالاً؟ لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب. إنه مجرد رأس وجسد وأربعة سيقان، لكن يبدو هذا تافهاً، أليس كذلك؟ سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. ماذا؟ ادعي. أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني، ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية. ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا، هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ آني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية. شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة. سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً. وطرياً أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. حقا، شكرا لك. وجدتها، رسمة واقعية يا فتيات. عذرا، هل سنرسم يدان؟ حسنا،
لدي خطة. لنرى قد تنجح هذه اليد، لكن هذه أفضل بكثير. أجل، سأستعير هذه اليد. كل ما علي فعله هو تحديد هذه اليد. سأضمن الفوز بهذه الجولة. هاي، انظري. لحظة واحدة. حقاً؟ حسناً، هذا ممتع بالفعل. في الواقع وجدتها، فتاة مهذبة. ها؟ هاني؟ ها؟ حسناً، هذا غريب. هل يوجد شمع هنا؟ ها؟ أبعديها عني، فأنا أحاول الرسم. هو مهلاً، أتعلمين؟ قد تكون هذه مفيدة. الفن نابع من الإلهام وليس التقليد، وهذه الأصابع المتنية منحتني فكرة رائعة. الأظافر الحمراء هي الأجمل، أليس كذلك؟ إنها جميلة بالفعل. انتهيت. أين ذهبت؟ هو لا يهم. هاي، ارفع ما قمتما برسمه. حسناً. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ تبدو رسمتي قبيحة بجوار رسمتها. أوه يا إلهي، هذا مذهل. لمن تلوح؟ ها هي جائزتي. يا لها من جائزة رائعة. أنا الملكة، هل تشعرين بالغيرة؟ أحسنتي، لا تفكري بالأمر حتى. مرحبا يا فتيات، هل يمكنكما رسم هذا الشيء؟ ابدأ الآن. ستكون مهمة سهلة للغاية. آها، ستتميز هذه الجولة باللون الوردي. أوه، سأرسم أولاً الكوب الورقي. اللون الوردي هو المفضل لدي. أوه، لم تأخذ الحجم بعين الاعتبار. سأفترض أنه 10 سنتيمتر. والآن سأنتقل إلى الجزء الألذ. شهي، ربما أخطأت في اختيار اللون الأخضر. هزل، هل يفترض أن يكون هذا آيس كريم؟ لم أقصد رسم هذا. أردت اللون الأخضر، صحيح؟ أخطاء المبتدئين. كلما كان الشكل حقيقياً كان ذلك أفضل. سأبدأ بكرات الآيس كريم الكبيرة. سيأتي اللون في المرحلة التالية. هكذا يكون الأساس أفضل. أترين ما أعني؟ لا يمكنك ارتكاب أي خطأ عند رسم هذه التفاصيل. هترين؟ آيس كريم، إنها مكتوبة على الكوب. وأخيراً يحين وقت التلوين. أشعر بالجوع بعد رسم الآيس كريم. هذا ما يحدث عندما ترسم أشياء أقرب إلى الواقع. كدت أنتهي؟ بضع تفاصيل هنا وهنا. انتهيت، متعي نظرك بهذا. ها؟ أريني. هذا ما يمكن أن أصفه بالتحفة الفنية. هيا. يا هو، تحول إلى دلو كبير من الآيس كريم الحقيقي. ربما هذه الجائزة هي الأفضل حتى الآن. أوه، هذه مأساة، أكره البروكلي. مذاقها كأوراق الأشجار. هل يود أحد الاشتراك في هذه المسابقة؟ أي شخص مرحب به؟ باستثنائك، اذهبي من هنا، يا لك من مقززة. واو، الآن هذا ما أريده. سيارة من تلك؟ لا تقلقي يا سيدتي، سأتي إلى بابك. ها أنت ذا، انتبهي لخطواتك. لقد طالت هذه الرحلة كثيرا. سيشرفني أن تأخذي منشوري. ابتعدي. ما هذا؟ دعوة لدخول مسابقة رسم؟ كلا، لما يجب أن تكون هناك رياح في أي مكان؟ من شيء هنا. أو ما هذا؟ مسابقة رسم؟ شكرا، أعطني ذلك. والآن انظري إلى ما فعلت. يبدو أن كلتيهما ستذهبان. حسناً، هل نحن مستعدون للرسم؟ لنبدأ الإحماء برسم قوس قزح. قوس قزح؟ يا له من موضوع للإحماء. أعرف ما سأفعل. يمكن لحقيبة أغراضي أن تصبح مفيدة أخيراً. لنرى. مرحباً أيها الصغير. كلا. يا لك من فتى مطيع.
هو ما كنت أبحث عنه. هل أنتم مستعدون لمشاهدة الساحر؟ انظروا إلى هذه الألوان وهي تتحول إلى قوس قزح كامل. علي وضع عدة قطرات فحسب. ها نحن دا. انتهيت. حسناً، بل كدت أنتهي. رائع، سأستخدم هذه الأداة. هل هذا مرضي أم ماذا؟ يتعلق الأمر كله باستخدام المتوفر لديكم. ها نحن دا. أوه، هذا فضي قليلاً. والآن سأزيل الشريط اللاصق كله. لا مثيل لخط أنيق وسلس. حسناً، لنجعل هذا الخط 3 خطوط مستقيمة. ها قد انتهيت. شكراً على المساعدة. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أعتقد أنه جيد. أستطيع تولي هذا. مرحباً. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هذا جميل جداً. اذهب. أحتاج إلى مساحة لأتمكن من الإبداع هنا. هذا مثير للاهتمام. هذا واضح، فلتشاهدوا وتتعلموا جميعاً. إنه جميل بوجود كل هذه الألوان، أليس كذلك؟ انتظروا لتروا ما التالي. هل رأيتم؟ يتسنى لي العمل أحياناً. وحين ينتهي ذلك، يتبقى لكم مسحوق قوس قزح مدهش. انظروا إلى درجات الألوان الحيوية. تدا! كان ذلك مذهلاً حقاً. بالتأكيد لم أنتهي بعد، وكأنه فتى قوس قزح يرقص. يمنح هذا شخصية، ألا تعتقدين ذلك؟ حسناً، كلاهما مثير للاهتمام، ولهذا ستفوز كلتاكما. هذا جيد. أداة، فهمت ذلك. أداة؟ ها؟ هاو، لا تقل المزيد. أعرف الأداة المناسبة. هاو، ها هي. إنه لطيف جداً، صحيح؟ لكن يمكنني إجراء بعض التعديلات. هذا جيد. والآن لنبدأ العمل. هل فعلناها؟ ثم ابدأ. أجل، سأفعل. هل أرى ما أعتقد أني أراه؟ هجل، إنه رائع جداً، أعرف. والآن أرسم أيها الصغير. لكن لأن كل فنان يحتاج إلى إلهام صغير، فإليك إلهامك. هل تعتقد أن بإمكانك رسم قطة صغيرة؟ لا مشكلة. يمكنك دائماً الاعتماد على هذا الشيء لرسم دائرة مثالية. هل تعرفت على هذا الشيء بعد؟ امنحي دقيقة فحسب، سيفعل ذلك. انظري إلى كل هذه الخطوط المثالية. ماذا بحق السماء؟ لا أوافق على ذلك. هل يمكن للروبوتات صنع فن حقيقي؟ يبدو الأمر كذلك. تشوه، يبدو أنها اكتملت. ولا أحتاج إلى أن أقول أنها مثالية، هل ترين؟ حسناً، بإمكاني منافستك في هذه اللعبة. أحتاج إلى الأشكال الصحيحة فحسب. لنرى ماذا هنا. قليل من التجميع، وها نحن. مجرد قطعة بلاستيك وصورة على هاتفكم. وبوف، يمكنكم استشفافها. هذا مبتكر، أليس كذلك؟ أن تكون واسع الحيلة دائماً ما يفلح. دائماً ما يفلح. كدت أنتهي. النتيجة تصبح جميلة جداً على ما أعتقد. هذا مضجر. هذا مضجر. الأسباب واضحة، ناومي. محال. يبدو أن الابتكار هو الحل. روبوت غبي، مكانك هو سلة المهملات، هل تسمع ذلك؟ كلا، أنت القمامة. ماذا؟ أرسمت شيئاً لي؟ هل يفترض أن يكون ذلك مضحكاً؟ لقد خذلتنا التكنولوجيا اليوم. تذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المفيدة كهذا الفيديو.